الأهلي ينتصر في أولى مبارياته الإفريقية في دور الأربعة وستين أو في ذهاب دور الأربعة وستين، بيفوز على نادي اطلع برة برباعية مقابل لا شيء. وليد أزارو بيحرز هدفين، ثم أحمد الشيخ بيحرز الهدف الرابع، وأيضا علي معلول أولى الأهداف من ركلة جزاء. أربع أهداف استطاع أن يفوز بهم النادي الأهلي على فريق اطلع برة من جنوب السودان ليطمئن جمهوره في المباراة القادمة وينظر إلى مباراة دور ال 16 في كأس مصر. نادي الأهلي سيلاقي نادي بيراميدز إن شاء الله يوم السبت القادم. مبروك يا كابتن فتحي، مبروك يا كابتن شريف، مبروك يا كابتن بلال. رباعية مطمئنة لجمهور النادي الأهلي. الحمد لله مطمئنة، مطمئنة من ناحية النتيجة، مطمئنة من ناحية مهارات اللعيبة، لأن لو نلاحظ الأربع أهداف كان لكفاءة اللعيبة ومهارات اللعيبة الخاصة لها دور كبير قوي قوي في إحراز الأربع أهداف. يعني من بداية ضربة الجزاء اللي اتحسبت والثلاث أهداف التانيين، بصمات ومهارة اللاعب هي اللي كان لها دور أو الكلمة العليا أكتر من الأداء اللي هو نقدر نقول عليه جماعي الجماعي، لكن نقدر مهارة لعيب، مهارة لعيب في تمرير، مهارة لعيب في استخلاص كرة، مهارة لعيب في إنهاء هجمة، هي دي اللي كان لها دور. فدي حاجة بتطمنا، النتيجة اتعرفت، عندنا اللي جاي إن شاء الله بإذن الله يكون لنا فكر آخر في إنك هتلاعب خصم أشرس من اللي احنا لعبناه النهاردة. تمام. كابتن شريف ألف مبروك طبعا، رباعية بينتصر بها النادي الأهلي على فريق اطلع برة من جنوب السودان، ولكن أربع أهداف مطمئنة للنادي الأهلي في ظل إضاعة فرص كثيرة جدا في هذه المباراة. أيضا كلام مظبوط، مبروك النادي الأهلي وجماهيره النهاردة، البداية بأربع أهداف يطمئنوا فعلا. إنما فريق اطلع برة ساعدنا كتير أوي النهاردة، ما عملناش اي مجهود خالص في الملعب، لدرجه ان احنا بقينا طمعانين ان احنا نستكشف وجود شكل هجومي، شكل تاكتكس في الملعب. بقت الحكايه تقدر تقول عليها ان احنا كنا ممكن نكسب 12 15 بكل هجمه ممكن تروح بيها على الجون، بس هي الشكل فردي كله، البناء الهجمات اللي احنا اتكلمنا عنها من حكايه الاطراف هي دي اللي كانت مثمره فعلا. هو ده بقى الطبيعي، اسلوب اللعب بتاع معلول ومحمد هاني هما الاساس، هما فتح الثغرات في اي دفاعات احنا بنلعبها. انما الفريق اللي احنا بنلعبه الحقيقه معرفش هو بقى اللي خدنا ومعاه، حسينا ان الماتش سهل جدا، فالاداء بقى سهل جدا لدرجه ان كان في زهق. وبص الاقي كور في اول هاف تايم بتتلعب طويله بشكل تخيل ان اللي هم بيعرفوش يقفوا ورا، اذا كان باك ليفت ظهره على طول حسين الشحات استغله كويس جدا وقدر يعمل عرضيات منها اهداف ومنها كل الخطوره كلها. رمضان يعني حسيت ان هو النهارده بخيل شويه في اداء مجهود يديله يطمع له، اللعيبه لازم تطمع، اللعيبه لازم تطمع انها تعمل نفسها تاريخ في ماتشات زي دي، جول واثنين وثلاثه. علي مع وليد ازارو النهارده بيجيب جولين، المفروض يجيب خمسه سته سبعه ثمانيه، ليه انا ما اعرفش ما بيطمعوش اللعيبه يعملوا نفسهم سبق، يعملوا نفسهم. ادينا بنتكلم على مباراه اهلي وزمالك 6-1 لغايه النهارده، اي مباراه بنكسبها 4-5 بنتكلم عليها لغايه النهارده من ازمنه فات. النهارده كان في نادي لازم يتفتح 8 و9 و10 و8 و7 و6 سبق، كان يبقى سبق للعيبه والاجهزه الفنيه اللي هي واقفه. انا كمان لما بلاقي ماتش زي ده والاقي مدير فني واقف، ما فيش البوشنج بتاع اللعيبه ويتكلم ويصرهم. يعني ممكن وانا واقف مدرب كان فاتح عارف بره على الخط وشايف ان الماتش سهل واللعيبه اللي قدامه سهله، يحسني على ان انا ازود اثنين وثلاثه، اطلع اول هاف تايم كسبان 4-5 مش صحيح. امال امتى انا هعمل كده؟ انا مش عارف. يعني النهارده بتفرج طيب. وعندهم بروفا مع الفرقه دي بعد المباراه اللي جايه بتاعت كاس مصر ان شاء الله، لابد يكون هو ده الفكر المطلوب للفرقه، عشان فعلا زي ما احنا قلنا الناس كلها تعمل حساب النادي الاهلي ما يبقاش حاسه ان هم لعبوا مع الفرقه الصغيره دي بهذا الشكل فقط. خلينا نروح لارض الملعب مع زميلنا كريم احمد وكابتن محمد يوسف، اتمنى ان هو يساله كل الاسئله الحائره اللي احنا سالناها قبل بدايه المباراه. اتفضل يا كريم.
بجد التحيه ليك يا كابتن اسلام الشاطر، كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. فوز مهم ومطلوب، وبدايه ان شاء الله تكون موفقه لفريق النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف المدرب العام، ببارك لك يا كابتن يوسف. الفوز مطلوب والاداء كان مطلوب النهارده، لكن اكيد نقدر نقول النادي الاهلي كان عنده اكتر من كده، لكن قدر ان هو يلعب على قد الفرقه، على قد الامكانيات، على قد كمان اجواء العيد. بقول لك في البدايه طبعا قبل كل الكلام ده، كل سنه طيب، وكل سنه وكل جمهور النادي الاهلي طيب. الله يخليك، كل سنه وانت طيب، وكل سنه طبعا وكل جمهور النادي الاهلي وجمهور مصر كله طيب. بمناسبه العيد الاضحى، الحمد لله يعني المباراه زي ما انت قلت بدايه دوري الدور 64، يعني طبعا بنحترم فريق السودان، لكن في نفس الوقت برضو يعني كسبنا بنتيجه كويسه، ادينا بشكل كويس جدا، متحكمين في الريتم المباراه من البدايه. انا شايف طبعا ان يعني النهارده فرص، برضو احمد الشيخ بياخد فرصه ونزل واثبت نفسه، عندنا علي لطفي بدا وراه برضو في حراسه المرمى، شغال كويس. الشناوي كان راجع من الاجازه بتاعت لعيبه المنتخب. في النهايه يعني المباراه فيها ايجابيات كتيره، لكن طبعا تواضع المنافس بتاعك، مش عايزين نبالغ في الموضوع، احنا لسه بنبتدي مشوار. حلم بتاعنا ان احنا ان شاء الله في مايو نكون بنلعب فاينل ونفوز بالكاس. يعني انا شايف المباراه طبعا في مجملها احنا متحكمين في الريتم، بنلعب شغالين بشكل كويس جدا. التلت الهجومي بتاعنا النهارده اضعنا اهداف، انا شايف الاهداف دي لو كنا استغلناها كنا ممكن نخش في 7 و8، لكن في النهايه الحمد لله يعني المباراه زي ما انت قلت اجواء العيد وتواضع المنافس شويه لحد ما خلت يبقى في شويه طمانينه. يعني كابتن يوسف لما كان على راس الجهاز الفني في اي فريق كان بيطلب مزيد من الاهداف، يعني ان يحط 3 اهداف لابد يكون في 4 و5 و6. الامر ده نقدر نقول زعل شويه النهارده الجهاز الفني، لان كان في فرص كتيره جدا يا كابتن يوسف النهارده بالنسبه للنادي. ده اللي قاله لهم مستر لاسارتي بين الشوطين، يعني قال لهم احنا كسبانين 2، خلينا نكمل وندوس ونجيب الرابع والخامس والسادس والسابع. هي دي كره القدم، لما بيكون راكب المنافس وانت اللي ليك اليد العليا في المباراه، ما ليه لا ان انا اكمل. احرزنا 2 الشوط الثاني، واحد من ازارو وواحده من الشيخ، لكن انا بقول يعني في النهايه طالعين بايجابيات كويسه، والناس خدت فرص النهارده. جيرالدو بقى له فتره رجع، وايضا حسين الشحات، معظمهم كله ادى بشكل كويس جدا. احنا برضو خلي بالك في بدايه موسم يمكن ادينا مباراه المقاولين والزمالك، وبعدين خدنا راحه واشتغلنا على المباراه دي، ان شاء الله نقفلها بقى ونبدا نستعد للبيراميدز لمباراه مهمه لينا ان شاء الله في كاس، فماشيين بخطوات ثابته ان شاء الله. انا كنت اكلمك فيها، هي مباراه بيراميدز النادي الاهلي كالعاده تخلص من مباراه تقفل تخش في بطوله ثانيه. مباراه بيراميدز ليها حسابات خاصه مع فريق النادي الاهلي كونها مباراه كاس يا كابتن. طبعا مباراه كاس ومهمه جدا، بطوله بالنسبه لنا، احنا هدفنا ان شاء الله ان احنا يعني كاس مصر يبقى من ضمن البطولات بتاعتنا وهدفنا ان شاء الله. فمباراه مهمه جدا لينا ودور مهم جدا لينا، المباراه بتاعت النهارده مش عايزين نبالغ فيها خلاص، يعني هنبدا نفكر في مباراه بيراميدز ان شاء الله من بكره ان شاء الله. حبيبي كابتن يوسف، شكرا حبيبي، شكرا، متشكرين. مبروك من جديد، بنبارك اكيد الكابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي. وزي ما اكدنا كابتن اسلام واكيد كابتن يوسف قال، النادي الاهلي لعب على قد المباراه، النادي الاهلي كان يقدر ان هو يحرز اكثر من هدف، وده اللي بنامله وبنتمناه ان الجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي يكون فيه تنبيه مستمر وتحفيز مستمر للاعبي النادي الاهلي. يمكن الراجل زي ما كابتن يوسف قال اتكلم معاهم بين الشوطين ان احنا لابد نزود الاهداف ان شاء الله باذن الله. مباراه العوده ليها حسابات خاصه، مباراه بيراميدز ايضا كمان لها حسابات خاصه، لكن من خلال كابتن اسلام ومن خلال ملعب الاهلي مستمرين معاكم في تغطيه خاصه هنا من استاد برج العرب عقب فوز النادي الاهلي على بطل جنوب السودان. عوده ليك يا كابتن اسلام. كابتن بلال، النادي الاهلي لعب على قد المباراه، رايك ايه في المقوله دي؟ بص، هو في جزئيتين مهمين في المباراه دي. الجزئيه الاولى، انت عايز من الماتش ده، انت عايز مباراه في الدور التمهيدي بتلعب خصم قليل، فانت عايز المكسب، عايز الـ3 نقاط او عايز العبور انك تعبر في هذه. لكن الجزئيه الثانيه برضو الجزئيه المهمه، هل المدير الفني يعني اعتبر ان المباراه دي برضو مباراه كبروفا للمباراه اللي جايه الاقوى بالنسبه له ولا لا؟ ولا انت بتلعب كمباراه لوحدها، بتفصل كل مباراه عن مباراه ثانيه؟ النهارده انا شايف من وجهه نظري الشخصيه انك النادي الاهلي نجح في المهمه الاولى. المهمه الاولى ان انت تخطيت الفريق الاول في اول مباراه بالنسبه لك في افريقيا، طمنت على الفريق بتاعك، طمنت على اللعيبه الاساسيه، انت دايما بتلعب التشكيل ده من يوم من ماتش مقاولين العرب. ولكن الجزئيه الثانيه واللي كنت اتمنى ان النهارده تكون في المباراه، ازاي هتخوض الماتش اللي جاي؟ لان في ساعات مدربين يا اسلام بيحضروا من الماتش نفسه، يعني النهارده عندي مباراه سهله فبحضر منها للمباراه اللي بعديها، المباراه اللي بعديها هي الاصعب، هي مباراه بيراميدز. كان الطبيعي جدا الشوط الاول
وده كان يعني وجهه الاول بعد ما اطمنت على نتيجه المباراه والاداء وان الفرقه المستوى اللي بتلعب ضعيف تبتدي الشوط الثاني تفكر في المباراه اللي جايه هشتغل ازاي هعمل ايه. لكن واضح جدا ان انت مشيت برتم واحد طول المباراه الشوط الاول زي الشوط الثاني بل الشوط الثاني كان اقل شويه اقل في الحماس طبعا لان انت كسبان والفريق اللي قدامك ضعيف وان انت ممكن في اي وقت من الاوقات تسجل ودي كانت المشكله. انا كنت اتمنى ان الشوط الثاني يكون زيه بالظبط زي الشوط الاول بل بالعكس يكون في تاكتيك جديد شغل الماتش تجارب لبعض اللعيبه زي ما نزل احمد الشيخ النهارده وشفناه بيتالق في بعض الاوقات وممكن يكون له دور في المباراه اللي جايه فده اللي كنت اتمناه النهارده من مستر لاسارت. لكن هو عمل كده ما انا بقول لك دليل احمد جزئيتين هي جزئيه التجربه وجزئيه انا هشتغل ازاي المباراه الجايه. هو يمكن فكره ان هو هيشتغل بهذا الشكل ممكن يكون وبالتالي هو عايز يحافظ بس على بس هنشتغل بالشكل ده في مباراه اللي جايه مباراه بيراميدز هيبقى الامر صعب علينا انك هتفتح الخطوط بالشكل ده انك هتشتغل بالشكل ده هتبقى المباراه صعب علينا. انا كمدير فني لازم يبقى عندي حسابات غير المتفرج. انا كراجل متفرج عايز الاهلي يكسب 6 و7 و8 و9 خلي بالك يا بلال احنا لعبنا في البطولات دي كتير لعبنا في الادوار دي كتير الادوار دي بتبقى بالنسبه لك انت كلاعب يعني لو مستواك 30 40% بتنزل ل 20 10 طبيعي يعني احنا حتى واحنا قاعدين كلنا واخدين بالنا من اللعيبه كلها بتلعب على قد فعلا كلمه ما هو عشان كده سالتك قلت لك بنلعب على قد المباراه. انا كلاعب لو انت كلاعب وراس حربه في هذه المباراه راس حربه مختلف عشان بيجي له جول عايزين يجيبوا جول كتير لكن انا لو باك رايت مثلا هتلاقيني بلعب على قد الماتش اطلع لي في كورتين ثلاثه اعملهم اوفرين وافضل واقف يعني هي كده. انا معاك في دي بس في جزء اسلام مهم بالنسبه للعيبه. انا في بدايه موسم انا لسه بحضر نفسي لموسم طويل وشاق كل واحد بيحضر نفسه في بدايه الموسم لازم يشتغل حتى كانها جرعه تدريبيه. انت في التدريب بتبذل اقصى مجهود عندك حتى لو بتلعب تقسيمه وكسبان 10 12 0 الكلام ده ممكن صح. الكلام ده اسلام ممكن نشتغله في نص الموسم في اخر الموسم يا كابتن انا بلعب على قد المباراه المباراه سهله بالنسبه لي هشتغل لكن انا ببتدي بدايه موسم لازم ان انا امرن نفسي فيها. يعني يمكن في وقت من الاوقات كنت بكلم مع كابتن شريف لازم محمد داني كل كوره تجي له يعمل كروس مش بالضروره ان المسافه عندي يعني ان الفريق ضعيف عشان ارجع ورا وابتدي باصي واحضر وباص لا طالما اتيحت فرصه ان اعمل كروس يبقى اعمل كروس لان ده في الماتشات الصعبه هتبقى محتاج انك تعمل كده في الماتشات الصعبه هتبقى محتاج انك تستغل كل فرصه صغيره. المباراه الجايه ممكن تكون صعبه لو اتيحت فرصه بالنسبه لي وابتديت اشتغل زي ما اشتغل النادي الاهلي النهارده الشوط الثاني ان كل كوره عايز ارجع ورا وعايز اعمل تشيب باس وعايز اغير اتجاهي هتبقى بس طريقه لعب مختلفه خلي بالك لان هو طريقه لعب الفريق السوداني النهارده او فريق جنوب السودان مقفل وبيلعب دفاع متقدم وبالتالي عندك مساحات تقدر تشتغل عليها خلف دفاع جنوب السودان. ولكن انا بتكلم انت بيراميدز مثلا مش هتلاقيه فريق مختلف صحيح. بيراميدز بيلعب بيبني الهجمه دي سابري يعني سباستيان سابري بيبني الهجمه من ورا وبيشتغل عليها من ورا وبيطلع بيتنقل ما بين خطوط اللي موجوده لغايه لما يوصل للناحيه الهجوميه دي طريقه لعب بيلعب من نص ملعبه بيقفل في نص ملعبه لغايه ال 18 بتاعه فمش هتلاقي المساحات دي موجوده فهتلاقي ان لعيبه الاهلي لازم تغير فكرها كابتن فتحي في هذا الموضوع. هو يعني عشان نربط المواضيع ببعضها يعني من الكلام اللي قاله كابتن شريف كابتن بلال وانت في محورتك المباراه زي ما احنا قلنا في الاول لها هدفين. اول هدف ان انا اكسب باداء وليس اكسب ان انا اخد 3 نقاط. ده تحقق من خلال الاداء بس لازم اعرف حاجه ثانيه بقى اذا كان المدرب بيفكر على انها مباراه واحده وانا كل مباراه لوحدها وما بفكرش في المباراه القادمه لازم افكر بالارقام. الارقام ما بتتنسيش. يعني ايه بالارقام؟ يعني بدل ما اكسب 4 اقول 8 يوم الرقم ده هيتسجل للنادي الاهلي بالارقام ان النادي الاهلي كسب هذه المباراه 8 كسب في مباراه 6 كسب 7. الارقام لا يمكن حد هينساها. الاداء بيتنسي ان احنا لعبنا مباراه حلوه ولعبنا وان واللي في العارضه واللي في القايم كل ده بيتنسي لكن اللي ما يتنسيش ارقام. فاحنا لو النهارده ركزنا على ان احنا نسجل يبقى الارقام على الاقل كسبنا حاجه غير مكسب المباراه اللي احنا كسبناها. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان اللعيبه بتادي على قد المباراه على تادي المباراه انا نطلبها منهم في خلال نص الموسم او في نهايه الموسم ان استنفاذ الطاقه والمخزون البدني عندهم مش عاوزين يستنفذوه في المباراه انت بس انا اسف ان انا بقطع ولكن دي ما بتبقاش مدير فني دي بتبقى انا كلاعب. ما هي دور بقى المدير الفني دور المدير الفني يحول الهدف بتاع المباراه بالمكسب لرقم يقول لهم احنا عاوزين نكسب عشان الرقم ده هتحسب لكم انتوا هتحسب للنادي الاهلي وللاعيبه نفسها ان احنا كسبنا
اعلى نسبه اهداف. انت زي ما قلت في برنامج بتاعك في بدايته قعدت تقول ارقام ان اكتر فرقه فازت بكام والفرقه الثانيه فازت بكام واول حاجه دي كده، ليه ما يتحطش النادي الاهلي ان هو اكتر فرقه فازت بنسبه اهداف في هذه المباراه؟ كابتن حضرتك الريتم كمان وفي نقطه مهمه اسلام برضو بالنسبه للاجوان دي تكملت كابتن. انت كسبت هنا الترجي في النهائي 3-1 تمام، لو 4-1 كانت فرقت معاك هناك صح ماشي، هناك اتغلبت 3-0 فاهم. لا انا عايز اقول لك انك بتوصل لمرحله انك ما فيش حاجه اسمها ستوب، ما فيش حاجه اسمها انا صح. هتيجي للنقطه الاخيره يعني نقولها، احنا ملاحظين عندنا التلت الاخير النهارده فقدان الكره كتير قوي قوي، يعني ان احنا بنباصي كره غلط، فالباصات الغلط دي كلها ما هي كلها دي اهداف. الباصات الكره الغلط دي ما تقوليش مع فرقه ضعيفه وفرقه قويه، اذا كانت مع الضعيف يبقى باصي غلط، طب مع القوي اللي بيضغط عليا عفوا اللي بيضغط عليا ولا كده واللي تحت ضغطه واللي ما فيش مساحات واللي ما فيش كده يبقى هفقد الكره ازاي؟ انت وصلت المرحله اللي مفروض ما افقدش الكره فيها. التلت الاخير احسب كده كام فرصه ضاعت من باصه غلط، من تمريره غلط، من ترقيصه غلط، كل الحاجات دي لازم تتحسب من طيب. دلوقتي تمام كابتن شريف، زي ما كلام الكابتن فتحي بيتكلم فيه وكلام الكابتن بلال ان احنا تمريرات وحشه كتير او ميس باس كتير، في نفس الوقت اضاعه فرص كتيره، ولكن على الرغم من كل ده احنا جبنا 4 اهداف. وانا عايزين نعرف كمان احنا جبنا 4 اهداف دول ازاي؟ يعني كره ضرب الجزاء في الاول افتتاحيه يعني افتتاحيه ماشي، بس خلينا نتناقش فيها. نتناقش كابتن اسلام، دي فرقه الراجل بتخبط الكره ويديها لحسين الشحات وحسين الشحات ياخدها واثنين ثلاثه طوال كده ويعملها يا كابتن. ما هو ده خطا، ما هو ده بيحصل اخطاء. لا اخطاء طبيعي. انا عايز اوصل لك لحاجه كابتن اخو، في مع فرقه بيراميدز مش هتلاقي الـ انا ما بتكلمش على بيراميدز، لا لا انا بتكلم على ادائي، انا ادائي استغلال الفرص مع هؤلاء اللعيب بهذا الشكل مش هتلاقيه في المباراه الجايه كده. انت عايز مجهود اكبر، ما هو ده كتير جدا من ال4 اهداف دول، ما هو ده اللي عايزين نوصله للناس ان انت هتلاقي مجهود تاني مختلف، لازم تاني مختلف. هو ده انا ببحث عنه، كنت النهارده احس اللعيب فريش بتاعي بالزبط. يقدر يديني ساعه ونص كويسين جدا، وممكن استغنى عن التغييرات وممكن ادخل تطعيمات تاكتكس، يعني لازم ادخل. انا مش بجامل، انا كسبان فرقه 4 ولا فرقه 3 اطلع باك وانزل واحد في نص الملعب ازود فكر جديد. دي وجهه نظرك يا كابتن. لا مش كده بس، يعني دي عنده فرص النهارده انه يجرب جميع الافكار اللي بتيجي في دماغ اي جهاز فني. النهارده افرض انا زي ما قال بلال واحنا قبل المباراه اتعرضنا لهدف بيخش فينا في اول مباراه مع اي حد، ما لازم انا اغير من اسلوبي وابقى عندي 2 فراوده هم اللي بيطلعوا عشان يعوضوا لي الحاجات. في حاجات كتير قوي كان ممكن يستغلها النهارده، بس خلينا نتكلم براحه في النقطه دي عشان دي نقطه مهمه. انا مش ضد على فكره الكلام اللي حضرتك بتقوله، ولا مع احنا بنوصل مع بعض بشكل الفريق بالظبط، عشان نوصل بالظبط شكل الفريق اللي انا بتكلم فيها كابتن. اوكي انا العب باتنين راس حربه، بس العب باتنين راس حربه ليه؟ اذا كنت انا رحت النهارده لو احنا بس احنا مش حقنا ان احنا نجيب الاهداف الضائعه والاهداف اللي جبناها، احنا جبنا 4 اهداف وضيعنا زي ما حضرتك قلت 10 12 جون يعني، او 8 اهداف حقيقيين. القماشه اللي قدامي يعني على الاقل كنا لازم نجيب من 10 ل 12 هدف بالظبط يعني. كده فانا بتكلم في ايه؟ ان انا العب باتنين راس حربه مثلا امتى؟ مش قصدي لما ببقى عايز اجيب اجوان أو يعني عايز اروح للجون اكتر او كذا. انا مش قصدي انا النهارده كتير. ممكن اعمل اي فكر، اعمل 4-1 يعني اي فكر عايز اعمله للمباراه زي ما كان كابتن بيتكلم وكابتن بلال وحضرتك. احنا اي حاجه النهارده كنت عايز اتفرج على حاجه بنجربها في الواقع. ايوه بس ده حصل على فكره يا كابتن فتحي، وانا هروح بس للكابتن فتحي دقيقه، لانه حضرتك كنت دايما بتقول ان الكرات الثابته ما كانش في وقت بيشتغل عليها وكذا وكذا. احنا النهارده شفنا 1 أو 2 كرات ثابته اتعملوا بطريقه معينه، وبالتالي اصبح هناك شغل على الكرات الثابته. ده طيب، ما يعني ودي ما هو ده من المكاسب. ما احنا اذا كنا بنقول ان قد يكون هناك بعض الاراء المختلفه اللي بتتكلم ما فيش مشكله، ولكن هناك ايجابيات في الفريق. يعني احنا عاوزين بس ايه؟ طب هل جبنا منها جوال؟ لا، ما هو انت ما هو ده اللي انا قصدي، ان الضربات الثابته احد الحلول السحريه لفك شفره اي فرقه قدامك. حضرتك ليه؟ انت كنت دايما ما بتطالب بالداخل السنه اللي فاتت. دايما بطالب ولا زلت، بس ان انا استغلها في انها تكسبني ماتش. يعني اقول هذه لولا هذه الضربه ما كناش كسبنا المباراه. المباراه 0-0، احنا شفنا بطوله افريقيا في فرق وصلت للادوار بضربات ثابته. الجزائر وصلت ازاي؟ بضرب اللي خدت البطوله.
يعني في قبل النهائي بضربة ثابتة، لولا الضربة الثابتة ما كانتش وصلت. إذا الضربات الثابتة أنا عايز الناجحة، فدي مهمة لأن دي بتحل لك مشكلة التكتل، عدم التوفيق، الميس باس، التفوق الفرقة اللي قدامك سواء بدنيا أو مهريا. ما هو النهاردة حضراتكم كنتوا بتطالبوا إن هو يجرب، ما هو جرب النهاردة. كويس إنه يجرب، ما دي حاجة كويسة، بس إحنا عاوزين بقى إيه أكتر وأكتر وأكتر على أساس يستمر النجاح. وبعدين التمريرات الخطأ اللي إحنا بنعملها مش من كفاءة اللعيبة اللي قدامنا، ده من سوء مننا، عدم التقدير، إنك بتباصي غلط أو اللي بيستقبل بيستقبل غلط، إذا بيتحرك غلط، إذا ده كله ده شغل عاوزين نشتغل. إحنا مش ضد، إحنا عاوزين فرقتنا تبقى أحسن فرقة، هي أحسن فرقة. أيوة. بس إحنا عاوزينها تزيد أكتر، يعني تزيد أكتر. مش عايز أقول النهاردة الكابتن شريف يقول إيه إحنا ضعنا 8، لا ما ضعناش 8، ده إحنا جبنا 4 على 4، يبقى ضعنا 3 فرص، ده أنا 4 فرص، ما لازم تضيع. أنا كنت بتمنى النهاردة التغييرات مثلا ما تبقاش تراديشنال، يعني عادية، مكان لاعب مكان لاعب. عايز أشوف حاجة تطمني قدام فرقة أقوى من كده بكتير. فكر خططي بيغير أسلوب لعب، ولاعب معين ينزل هو عارف إن اللعيب ده هيبقى بالنسبة له ركيزة جامدة جدا في المباراة الجاية. يعني النهاردة بيفكر بشكل معين هو. ما هو لاعب كده يا كابتن عمل إيه؟ ما هو معلش، ما هو أنا برضو هاخد من كلام اللي دايما الناس بتتكلم فيه، ما هو عمل. يعني جاب لك احمد الشيخ قبل لاعب احمد الشيخ جابه من بعيد قوي وحطه النهارده جاب جون، حتى لو يعني احنا بنقول ايه ان الجون ده يعني، لكن جاب جون وادى، وبالتالي اصبح عندك دلوقتي واحد من الممكن ان تستفيد منه. هو يمكن في دماغه حاطط، ما هو انا بكلمك، انا دلوقتي بارت لاسارتي، فانا بكلمك على ان انا اكون بدخلت دماغه شويه، ان هو جايب احمد الشيخ من اخر الدنيا وحطه في الفرقه ولعب النهارده 10 دقايق ربع ساعه وادى بشكل جاي، وبالتالي يعني جرب الكرات الثابته، جرب احمد الشيخ استفاد بيه ان هو لقى موجود، جرب مثلا اجاييه لما طلع صالح جمعه ونزل احمد الشيخ حط اجاييه تحت وليد ازارو، وبالتالي ممكن يكون لعب اشبه بطريقه اللي حضرتك عايزها. هقول لك على حاجه، اصل مروان محسن لو موجود او صلاح محسن يمكن فرصه احمد الشيخ في الدخول داخل الفرقه كان هيبقى قليل شويه. لا، وفي مجدي قفشه ومجدي في ناس كتير قوي يعني، هو ما دخلوش من الاول يعني، كان فرصته من النهارده. هنرجع بقى لقصه الثلاثه اللي احنا الناس كلها مشتاقه انها تشوفهم وكده، اللي احنا قلنا يا ريت يلعب بيهم النهارده، يمكن كنا شفنا كوره ثانيه خالص او سيناريو خالص ثاني. انما احنا مش مساله انه جرب حد، انا يجرب زي ما هو عايز. اللعيبه كلها بالنسبه لنا زي بعض، كلها انا اللي بيفرق معايا في اللعيبه كلها الحاله البدنيه، في حاله ارهاق، في لعيب قادر النهارده يادي ولا مش يادي. احنا متفقين انا وبلال قبل المباراه التغيير الاول مين التغيير الثاني مين، شكل موجود في الملعب. قبل ما اروح لبلال عشان اسالك عن وجهه نظر، هناك وجهه نظر اخرى تقول لك في الثلاث لاعبين اللي كانوا بره الفريق اللي هم الصفقات الجديده، في وجهه نظر تقول لك ايه، والناس كاتبها لي حتى على تويتر، تقول لك ان طب هم خلاص اصبحوا لاعبين في الفرقه مظبوط، وبالتالي عندك ثلاث لاعبين دلوقتي اللي هو محمود متولي وإليو ديانج ومجدي قفش، خلاص اصبحوا لاعبين في الفرقه، لازم يبذلوا مجهود اكتر بكتير علشان يبقوا اساسيين بقى في الفرقه او حتى احتياطيين عشان يوصلوا لهذا الموضوع. فهي دي نقطه برضو اللي انا عايز اتكلم معاك فيها، بس خلينا نروح نشوف لقاء مع كابتن سيد عبد الحفيظ ومع كابتن سامي أمصار مع زميلنا كريم أحمد من أرض الملعب، وبعدين أرجع للكابتن بلال أسأله هذا السؤال. برحب بيك من جديد يا كابتن اسلام، كابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الاهلي. فوز مهم زي ما اكدنا وقلنا، لكن اكيد عايزين نتكلم اكتر عن هذا الفوز وعن الاداء بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، بقول لك الاول كل سنه طيب يا كابتن سيد، عيد سعيد، والنادي الاهلي قدر بالفعل نعيد على جمهور النادي الاهلي، عيد سعيد على كل اللعيبه وعلى كل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله، طبعا كل سنه وكل الشعب المصري وكل الامه الاسلاميه في كل انحاء العالم بخير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. الحمد لله طبعا بمناسبه خاصه باللقاء، لقاء في بدايه المشوار الافريقي في الدور التمهيدي مع فرقه اطلع بره، هي مش ماتشنا ده، لسه الماتش الثاني هو اللي هيبقى بتاعنا، لكن في النهايه اللعيبه اتعاملت مع المباراه بشكل ايجابي جدا، مع حداثه بشكل ايجابي جدا، حتى التغييرات كانت ايجابيه جدا. جيرالدو عمل شغل كويس قوي، اجاي عمل شغل كويس قوي، احمد الشيخ عمل شغل كويس قوي. فطبعا المباراه كانت في البدايه، لكن كمان
استعدادا لبدايه الموسم. عندنا بعد 5 أيام مباراه مهمه جدا مع بيراميدز في الدور ال 16 في كاس مصر. ان شاء الله الرحمن نكون موفقين في التعامل مع باذن الله. الاشياء اللي بتسعد الكابتن سيد هي البدايات، ان كل لابد يكون في بدايه قويه، لابد يكون في رسائل لكل المنافسين. والنهارده على ما اعتقد النادي الاهلي كان عنده فرص كثيره جدا، لكن اكيد اتكلمتوا فيها مع مستر مارتن وانت اكيد يا كابتن. هي الكوره كده يعني، مهم ان انت تستغل كل الفرص اللي بتجي لك او معظمها او النسبه كبيره منها. يعني النهارده احرزنا 4 يمكن اضعنا عدد من الاهداف، لكن في النهايه الحمد لله على كل شيء. خلينا نقفل الصفحه ديت لانها لسه على المباراه الثانيه اسبوعين، عندنا مباراه مع بيراميدز، عندنا راحه بكره وبعدين هنستعد للمباراه بتاعه بيراميدز ان شاء الله في دور ال 16. واحنا بنقول التشكيل لما قلنا اليود يانج ومحمود متولي ومجدي قفشه مش متواجدين وخارج القائمه، يمكن الناس تسالت بشكل كبير، وتحديدا كابتن اسلام الشاطر قال يعني عايزين نفهم نستفسر من هذا الامر. فكابتن سيد معانا وكنا بنحاول مستر مارتن، لكن كابتن سيد معانا، وجهه نظر يا كابتن سيد في هذا الامر؟ طبعا هو جزء فني بحت يعني، لكن انا يعني دي وجهه نظر فنيه، لكن في النهايه خلينا ممكن اقول وجهه نظر يعني رايي يعني الشخصي، لكن هي في النهايه راجع للجهاز الفني ومستر مارتن. انا في لعيبه لسه داخله من اقل من اسبوع معانا، وفي لعيبه كانت مريحه فتره طويله قوي قبل ما تنضم لينا يعني. فوضع طبيعي جدا ان انت يبقى في مش من اول لقاء، زي ما قلت لك في لعيبه لسه يا دوبك منضميه معانا من 5 6 ايام، لسه واخده يا دوبك حساسيه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي من 4 5 ايام فقط يعني. وفي مجموعه منهم او في عنصر او 2 منهم كانوا مريحين فتره طويله جدا قبل ما ينضموا للنادي الاهلي. انا دايما بقول لاي لعيب جديد للنادي الاهلي او داخل منظومه النادي الاهلي، بقول له يعني في لعيبه تندمج بسرعه، وفي لعيبه تخش التشكيله الاساسيه بسرعه، وفي لعيبه تاخد وقت شويه. ايا كان انت من الخيار الاول او الثاني، لازم يبقى في استمراريه، دي الاهم. اهم من ان انت تبدا او تستنى شويه، ان انت يبقى في استمراريه، في استمراريه في الاداء، في استمراريه في الشخصيه، في تطور في الاداء، في تطور في فهم شخصيه النادي الاهلي وهويه النادي الاهلي. عشان كده هتلاقي في ناس كتير جدا جدا ممكن ما تبقاش على نفس المستوى بتاعه الاهلي يعني، لكن محمود متولي وقفشه واليو ماشيين بشكل كويس، تمرينهم هايل جدا في الفتره اللي فاتت. لكن زي ما قلت لك، في بعضهم كان مريح فتره طويله جدا قبل ما ينضم للنادي الاهلي، وفي بعضهم كان لسه داخل معانا يعني. بيراميدز وحساباتها الخاصه وبيطلع من البطوله، النادي الاهلي بيقفل مباشره لمباراه بيراميدز، كيف سيستعد النادي الاهلي غدا بالنسبه لكم راحه كابتن سيد؟ لكن اجواء الكاس مختلفه بشكل كبير جدا. هنعيد النهارده وبكره، ومن يوم ان شاء الرحمن يوم الثلاث باذن الله هنستعد لمباراه قويه جدا مع فرقه بالتاكيد عندها قدرات كويسه، وبدات امبارح كمان مشوارها الافريقي. مباراه هتبقى مهمه ومباراه قويه، ان شاء الرحمن نكون موفقين فيها باذن الله. شكرا. بنشكر اكيد من جديد يا كابتن اسلام، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. كل مستعجل يا كابتن اسلام، الكل عايز يغادر استاد برج العرب، يعني الناس خلاص بكره بالنسبه لهم راحه يعني وعيد. فيعني اكيد طبعا بنلتمس لهم كل العذر. لكن كمان قبل ما نختم معاك، انضم لنا كمان الكابتن سامي ومصان مدرب فريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي، وفي البدايه الاول عايز اقول لك عيد سعيد عليك، على الاسره، على كل جمهور النادي الاهلي، واحلى عاديه النهارده يا كابتن سامي، الفوز المهم جدا لكل جمهورنا. الحمد لله طبعا، كل سنه وانت طيب وجمهور النادي الاهلي وكل الناس اللي في الامه الاسلاميه بخير ان شاء الله، ودايما في اعياد ان شاء الله. مباراه اكيد الانطلاقات والبدايات بتكون مهمه بشكل كبير، وبتحتاج شغل فني على المستوى الفني بالنسبه للجهاز وايضا كمان لعيبه النادي الاهلي بشكل عام. المباراه النهارده تقييمك ليها ايه؟ ادائنا لعبنا على قد المباراه على ما اعتقد يا كابتن. زي ما انت بتقول بدايات مهمه جدا، وممكن احنا الحمد لله مستعدين كويس جدا من فتره من قبل الماتشين بتوع الدوري. زي ما انت بتقول انت بتلعب على هدف معين بتسعى له عشان تركز في اللي جاي اكتر. الحمد لله لعبنا يعني زي ما تقول على قد المباراه، بس كان عندنا حاجات ايجابيه كتيره جدا، ولعيبه الحمد لله، وبقى في منافسه كبيره بين اللعيبه، وبقى في حلول كتيره الحمد لله المستر مارتن يقدر يختار منها، وده الاهم يعني. الوصول للمرمى واهدار الفرص ده ممكن يزعج شويه الجهاز الفني، لكن الوصول المستمر بشكل كبير ده شيء مرضي. الفينش هو اللي عندنا يمكن مشكله فيه، لكن ده مع البدايات، احنا لسه كمان بدايه موسم وبدايه بطوله افريقيه. تتفق معايا في هذا الامر ولا كابتن؟ معاك طبعا، مهم جدا طبعا اللي انت تنهي، لكن مهم ده اي مدير فني اللي هو يوصلك يعني. دي بتبقى محتاج توفيق شويه، محتاج تركيز شويه من اللعيبه، وزي ما انت بتقول لسه في بدايه الموسم، لكن برضو يحسب ليك اللي انت بتوصل. عندك الحمد لله برضو رجوع ازهر للتهديف، احمد الشيخ الحمد لله، علي برضو نفس القصه، استمر سلسله اداءه الطيب. فكل دي حاجات ايجابيه، احنا دايما بناخد الايجابي والسلبي ان شاء الله بنقدر نتجنبه الفتره اللي جايه. لكن احنا بنفكر بقى ان شاء الله الماتش اللي جاي ماتش مهم بالنسبه لنا، وبطوله جديده ان شاء الله نقدر نحافظ عليها ونجيبها ان شاء الله البطولة النادي الاهلي باذن الله. ايجابيات بجانب الفوز يعني، لو بنتكلم على الايجابيات على مستوى اللاعبين، في بعض اللعيبه النهارده ظهرت بشكل جيد جدا يعني. كابتن سامي لو بنعدد الايجابيات ايه من وجهه نظرك؟
الاجابات اول حاجه المكسب ده مهم جدا ان انت بتعدي برضو بتقرب للي انت بتعدي دور ايجابيات اللي انت بتحاول برضو تحافظ على سلسله انتصاراتك اللي انت اشتغلتها من اول ما رجعنا الحمد لله بعد المعسكر. ايجابياتك النهارده الشيخ جيراردو، ايجابياتك النهارده رامي ربيعه، ايجابياتك النهارده علي لطفي، طبعا ايجابياتك النهارده علي معلول واستمرار ادائه الطيب اللي انت بتطمن برضو على رمضان صبحي ازار عودته للتهديف، فكل طبعا دي حاجات ايجابيات كتيره يعني. لكن احنا طبعا بنامل دايما الاحسن، فان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله يبقى احسن الفتره الجايه لينا باذن الله. بدل التركيز لمباراه بيراميدز والكاس واختلاف كبير جدا عن بطوله الدوري والبطوله الافريقيه، كيف سيستعد النادي الاهلي لهذه المباراه على المستوى الفني وايضا كمان المستوى المعنوي اللي انتم بتبثوه في كل اللعيبه؟ عندنا طبعا احنا اجازه بكره طبعا، وبعد كده ان شاء الله نبدا الاعداد للماتش، لكن احنا انت عارف ان احنا دايما بنستعد للماتش بعد ما بيخلص، فاكيد دلوقتي احنا هنتفرج على الماتش بيراميدز اللي فات والماتشات اللي هي بتاعت الدوري، لان برده ممكن يكون في اختلاف من اللعيبه وكده الكلام ده يعني، وطريقه اللعب ومدرب جديد، لكن احنا برده عندنا هدف. لكن الاهم طبعا ان انت الاهم، لان انت معظم الناس هي اللي بتلعب النادي الاهلي، لكن احنا برده بنحترم كل خصم بنشتغل عليه كويس، لكن الاهم ان احنا ان شاء الله نكون في حالتنا، واعتقد ان احنا لما بنبقى في حالتنا اعتقد ما فيش اي فرقه ان شاء الله تقعد. سامي كنا بنعمل يكون في عدد كبير من جمهور النادي الاهلي متواجد، لكن رغم قله العدد دور والتحفيز والمسانده المستمره، لو بنقول رساله لجمهور النادي الاهلي الموسم اللي جاي ده محتاج تواجد مكثف ومجهود كبير بيبذل من مجلس الاداره ووزاره الداخليه، لكن مطلوب من الجمهور الفتره دي. الجمهور ماليش بايده حاجه، الجمهور لو طلب في اي وقت اللي هو يبقى فيه متاح ليهم اللي هو يبقى فيه اكيد جمهور النادي الاهلي موجود. لكن احنا بالنسبه لنا النهارده كان الاستاد حاجه مهوله يعني، حاجه كويسه جدا يعني، حاجه ما شفناهاش بقى لنا فتره كبيره جدا. تلعب نهائي دوري مفيش جمهور، بتلعب الماتشات الافريقيه اللي قبل كده مفيش جمهور، وانت عارف دايما ان النادي الاهلي دايما مبني ان جمهور النادي الاهلي ده هو ده طبعا السند بعد ربنا ليه، وهو اللي بيقف دايما في اوقات صعبه جدا في دار النادي الاهلي. فاكر اتمنى ان شاء الله طبعا من المسؤولين ان شاء الله بعد النجاح الباهر في بطوله افريقيا وتنظيم ما شاء الله يعني كان على اعلى مستوى، اعتقد ان شاء الله الفتره الجايه ديت الشرطه والجيش قادرين ان شاء الله ان هم يامنوا بقى مش اكتر من كده. واعتقد جمهور النادي الاهلي وجمهور كل الانديه يعني بغض النظر عن الاسامي جمهور ملتزم، واعتقد ان شاء الله الامور ترجع لنصابها تاني ويبقى ان شاء الله جمهور يملى المدرجات باذن الله. شكرا. بنشكر اكيد الجميع، كابتن اسلام، كابتن سامي، كابتن يوسف، كابتن سيد عبد الحفيظ، لعيبه النادي الاهلي النهارده، الجمهور اللي النادي الاهلي، الكل النهارده، المنظومه النهارده كانت متكامله الحمد لله. اربع اهداف كنا بنعمل زي ما بنقول اكتر من كده، لكن خلاص صفحه ويتم غلقها بشكل تام، وهيتم الاستعداد بكل قوه لكاس مصر ان شاء الله باذن الله. يبقى التوفيق مع النادي الاهلي سواء في البطوله الافريقيه وايضا كمان في بطوله كاس مصر. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد. اعتقد كابتن بلال، كابتن سيد عبد الحفيظ جاوب على السؤال ان هو قال ان واحنا حضراتكم يعني اتكلمتوا قبل المباراه في هذا الموضوع، ان انتوا قلتوا ان الثلاثه حضراتكم كنتوا بتطالبوا ان هم واحد فيهم او الثلاثه يبداوا، كابتن فتحي وكابتن شريف قالوا ان هم يبقوا موجودين، ولكن برضو جيتوا في الاخر وقلتوا يا جماعه بس هو المدير الفني ادرى وشايف ان هم بقالهم متولي مثلا وقفشه بقالهم فتره طويله بعيد عن الملعب. ما هي دي بتبقى خد بالك راجعة للمدير الفني ومدى كمان احتياجه للعيبة، مدى جاهزية اللعيبة اللي تعاقدت معها. هو بطبيعة الحال، بص يا اسلام، بطبيعة الحال لما بتعاقد مع لعيب ويكون جاهز لازم يلعب، ده بطبيعة الحال. فكرة بقى التيشيرت كبيرة لسه هياخد انسجام، الكلام ده يعني في كرة القدم أصبح ملوش مكانة. انا بتعاقد مع لعيب بجيبه يلعب، زي ما تعاقدت مع حسين الشحات في يناير جبته عشان يلعب، بس خد بالك رمضان صبحي جبته مزبوط عشان يلعب، مظبوط، ولكن دي انت طبيعه كره القدم. ايوه انت حسين الشحات لما جبته ده كان جاهز، انت جاي جاهز. انا عشان كده بقول لك ايه، عشان كده بقول لك ايه، في الاول قلت لك جاهزيه اللعيب تمام، مين بقى اللي يعرف جاهزيه اللعيب دي؟ المدير الفني بس هو اللي يقدر يحكم، هو اللي يقدر يقول فيه. ده جاهز للعب او ده مش جاهز للعب، ده عنده هو يقدر دلوقتي يدخل مع الفريق ولا ما يقدرش، تمام؟ اللياقه البدنيه تسمح ولا ما تسمحش. كان كابتن بيتكلم من شويه بيقول ان في بعض اللعيبه كانت متاخره في التدريبات بالظبط، فواضح ان هم لسه ما وصلوش لمعدل اللياقه البدنيه اللي يقدر يؤهلهم ان هم يدخلوا في ان هم يدخلوا مع الفريق. ودي كانت الاجابه الشافيه بالنسبه لي انا شخصيا، هي دي الاجابه الشافيه الامثل بالنسبه لي بالظبط، او الامثل بالنسبه لي، ان اللعيبه مش جاهزه بدنيا، عشان كده النهارده مش موجودين حتى كمان على دكه التدريبات. خلي بالك كابتن سيد يعني رجع قال لك ايه؟ قال لك ده رايي الشخصي. لا بس هو رايه هو جاوب لنا هو من الناحيه الفنيه، هو استبعاد يعني تم استبعادهم بسبب تمام فني او المدير الفني، انا ماليش علاقه، هو كابتن سيد ملوش علاقه بس هو بيفسر بيفسر يعني هو بيفسر، هو برضه طبيعه الحال انه يفسر يعني ليه؟
هو النهارده انت مش موجود ليه؟ ما هو طبيعي بطبيعه لما تتعاقد مع ثلاثه بارقام كبيره، ثلاثه انت بتعول عليهم، لازم يكون في سبب. لا، ثلاثه اختارهم المدير الفني. ما هو انت كمدير فني لازم يكون في سبب مقنع بالنسبه لنا وبالنسبه لنفسك انت كمان انك ما تشركش الثلاث لعيبه دول. فالسبب الواضح ان الثلاثه مش جاهزين، ما عندهمش الجاهزيه البدنيه. بغض النظر بقى عن المباراه وعن المباراه النهارده او من بكره او هتلاعب بيراميدز امتى، ما النهارده هو مش جاهز مش هقدر العب بيراميدز، حتى لو النهارده اشركته في بعض الوقت النهارده في المباراه مش جاهز لبيراميدز المباراه اللي جايه. هو اختار اللي شافه بالزبط. صح أكيد. من وجهه نظره هو الفني. وكمان وجهات نظر بعض المديرين الفنيين ان انا مين الاجهز فنيا كمان مش بس بدنيا، يعني في بعض الاوقات انت بتدور على اجهز فنيا يا كابتن مش بس بدنيا، الاجهز فنيا هم الثلاثه او الفرقه اللي لعبت الثلاث مباريات اللي فاتت او المباراتين اللي فاتوا بالاضافه للمباراه الوديه اللي اقيمت او دول اللي هيخوض بيهم مباراه. بالظبط، فعشان كده هو مستمر كتس. هو مستمر معاهم الموضوع ده كابتن سليم. لما احنا بنتكلم فيه يعني احنا مش بنتكلم فيه عشان احنا عاوزين نتكلم فيه، احنا دلوقتي لازم كوجهه اعلاميه للنادي الاهلي كقناه الاهلي المفروض بنعرف الناس طيب. ايه لان هو ده برضو اللي بيدور مع جمهور النادي الاهلي. ايوه عشان كده انا بقول لحضرتك فاحنا بنفتح هذه المواضيع على اساس نوضح لجمهور النادي الاهلي وهو يبقى عنده ثقه، ثقته في الله، ثقته في فرقته، ثقته في جهازه، فاحنا بنفتح هذه المواضيع بالظبط كده مش لاي حاجه لان نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. يا كابتن بس حضرتك لو ما فتحتش هذه المواضيع او لو انا ما سالتش الاسئله دي ما هو في برامج تلفزيونيه رياضيه ثانيه هتفتح كل الكلام ده وبطرق مختلفه. بس هتفتحه بطريقه سلبيه. بسلبيه او ايجابيه كل واحد طبعا حر في وجهه نظره في برنامجه، لكن انا بتكلم على ان احنا هنا بنسال الاسئله اللي الناس كلها بتسالها بالزبط. بغض النظر عن اي شيء اخر احنا بنبقى دايما واقفين قدام الناس للنادي الاهلي وما يحدث فيما يخص او حاجه تبقى ضد النادي الاهلي، ولكن في نفس الوقت احنا بنسال اسئله الناس، اسئله الجمهور، كابتن فتحي، كابتن شريف، كابتن بلال بيحبوا يجاوبوا على مثل هذه الاسئله، وفي الاخر الجمهور هو اللي يقتنع. ودائما يقولوا عند اسلام الخبر اليقين، فيعني بالخبر اليقين دايما لا لان انت بتقول الحقيقه بالظبط الواضحه من مطبخ النادي الاهلي، اما الاجتهادات الخارجيه اللي هم بيقولوها دي فدي اللي بتشوش على الجمهور بالزبط. فاحنا عشان كده بنوضح كل حاجه، ما هياش لا هي نقد ولا كده، احنا بنقول نبض الشارع، نبض كره القدم، نبض الاهلاويه في على مستوى العالم كله اللي هم بيشوفونا دلوقتي ايه الوضع في المشكله. اي واحد هيفكر زي ما احنا فكرنا كده وفي النهايه جبنا الحل. يا كابتن ما هو احنا بناخد النبض الناس فين؟ انا قاعد هنا، انا ما بتفرجش على حد تاني، انا قاعد هنا مع حضراتكم وحضراتكم قاعدين معايا، وبالتالي لما بدخل على الفيسبوك او على التويتر او على الانستجرام وبشوف وبلال وحضرتك وكابتن شريف بتشوفه، فدايما بنلاقي اسئله الناس موجهه لحاجه معينه. فاحنا دورنا ان احنا نقول للناس بالزبط. ليه الثلاثه اللي ما كانوش او الثلاث صفقات الجديده اللي طلبها الجهاز الفني مش موجوده؟ هو ده دورنا ولا شايف حاجه؟ ووصلت الحقيقه والحمد لله، وصلت الحقيقه عن طريق حضراتكم. قلتوا ان انتوا كنتوا تتخيلوا ان هم يبقوا موجودين، ولكن قلتوا برضو ان المدير الفني ادرى ان اللعيبه احنا بنتكلم في حاله ان كله جاهز بالظبط. يعني احنا بنتمنى اللي الناس كلها بتتمناه ان احنا نشوف صفقاتنا الجديده جوه الملعب، فاستسهلنا مباراه اليوم وسمعنا ان يوم يكون له موجود. احنا مش بنقول حتميا كان لازم يلعب بالناس دي، لا ده احنا بنقول لو كان في امكانيه والناس دي كانت جاهزه ان هي تبقى موجوده اللي هياخد 10 دقائق دورنا قبل المباراه. ايوه انا عشان كده بقول لحضراتكم هيحصل حاله تعارف بينه وبين الناس. اجتهادي كمان ليه؟ لان انت اخترت 25 لاعب عشان الناس تفهم بس رحت بيهم المباراه. مظبوط، معنى ان انت مختار 25 لاعب. يا كابتن انا كنت عايز ارد على حضرتك فيها ليه؟ قبل ما نتكلم واحنا اوف اير يعني ان هو ممكن يكون يدخلهم في اجواء النادي الاهلي. اجواء مباريات طبيعي جدا ممكن جدا يكون واخدهم يشوفوا المعسكر، يشوفوا الدخله والطلعه والشده والدنيا عامله ازاي والدنيا عامله ازاي، وبعد كده بقى يبقوا في المباريات بقى يعني يستغل المعسكرات اللي هي قبل المباريات في انه معايش اللعيبه مع بعضها عشان اللعيبه ترتبط ببعضها ويبقى في عايشه. اذا ده الفكر ده عشان احنا قلنا هذا السؤال لان كان في 25 لاعب واخدهم، اذا ال 25 لاعب مرشح جاهزين انه يختار منهم 18 وال 18 مرشح يختار منهم 11 وال 11 هيبقى في سبعه بره والسبعه مرشح يختار منهم ثلاثه. اذا احنا كنا بنتكلم من هذا المنظور. كابتن بلال مهم جدا علشان الفتره اللي جايه برضو انا بالنسبه لي بالنسبه للناس، الناس دايما بتتكلم على
اضاعه الفرص، وحضراتكم دايما خلال السبع ثمان شهور اللي فاتوا دايما بتتكلموا على اضاعه الفرص، ولكن النهارده هي معادله بيني وبينك برضو. لما تيجي تبص للمباراه انت كسبان اربعه باخطاء بقى، مش باخطاء بعرضيات، مش بعرضيات، في الاخر سجلت اربع اهداف، سجلت اربع اهداف، والنادي الاهلي عنده ايجابيات كثيره في هذه المباراه. مهم جدا برضو ان احنا نعرف اضعنا اهداف ولكن جبنا اهداف برضو. ما هو طبعا في دي سلبيه واحنا دايما بتتكلموا عنها، ولكن ما احنا جبنا جوان. بص، هي السلبيه اضاعه الفرص السهله، هي دي السلبيه، تمام؟ انك هدي وهدي اكبر سلبيه ممكن اي فريق يعني يمر بيها، انك تضيع فرص سهله كان من الامكان انها تحرز هدف. تمام. لكن الايجابيه في الموضوع انك بتوصل لجول كتير بالزبط. يعني ايجابيه ان انت عشان تسجل اهداف لازم توصل للجول. النادي الاهلي النهارده يمكن وصل حوالي 10 12 مره للجول في فرص متاحه انها تسجل اهداف. انا النهارده في مباراه النهارده ممكن اعذر بعض اللعيبه، يمكن انا اختلف شويه، انا يعني في المباريات السهله دايما بتعذر شويه الفرق بتعذرهم شويه، تمام؟ بتحس من كتر الفرص السهله قوي بتبقى انت خلاص مش مصدق ان انت واقف انت وكل واحد يعني بتحس ان الامور سهله بالنسبه لك، فكل شويه يجي لك فرصه فبالنسبه لك التركيز بيبقى قليل شويه. النهارده في مباراه سهله للاهلي، اضاع حسين الشحات، اضاع وليد ازارو، اضاع محمد هاني، يعني لعيبه كتيره جدا ضيعت وقت جاي، اضاع برضه واحده النهارده كانت لعبه بس لعبه ببراعه بشكل رائع جدا جدا جدا. ولكن خليني اقول لك يا اسلام، النهارده الاهلي يمكن الميزه اللي كانت موجوده او التميز اللي كان موجود عليه النادي الاهلي النهارده ان الاختراقات من العمق، الثرو باسز الطوله كانت موجوده، اللعب من على الاطراف، والنهارده اللي هي اكبر ميزه او اكتر ميزه موجوده عند لعيبه النادي الاهلي هي بتلعب من على اطراف الملعب عن طريق محمد هاني وعلي معلول. النهارده كان في اكتر يعني من 10 12 كروس يا كابتن النهارده اتلعبوا بشكل رائع جدا جدا جدا. عشان كده كنت انا بقول يعني في كلمتي قبل الكلمه دي انك في التدريب في مباراه سهله في مباراه صعبه لازم تشتغل على طول. انا كانه كل كره بالنسبه لي متاحه ان انا اعمل كورس اشتغل. النهارده افضل اثنين في الملعب برضه هم علي معلول ومحمد هاني، الاثنين اللي بيصنعوا لك الشغل، هم دول المؤثرين بشكل كبير جدا في الناحيه الهجوميه. النهارده حاجه كمان ميزه كبيره جدا شفناها النهارده، الشغل الرائع اللي ما بين حسين الشحات وما بين محمد هاني. النهارده كان في شغل انسجام غير عادي، كان في شغل رائع جدا جدا، محمد هاني بيضم لجوه، حسين الشحات بيفتح لبره، والعكس لما حسين الشحات بيفتح بيضم لجوه محمد هاني بيطلع لبره، فكان في شغل ما بين الاثنين اللعيبه من كتر الشغل اللي بيشتغلوه داخل الملعب، واضح ان الانسجام زاد. النهارده حسين الشحات اداؤه رائع جدا جدا النهارده، حتى لو كانت المباراه يا كابتن سهله بس برضو انت واخد الموضوع سيريس. انت قلت كلمه مهمه جدا يا كابتن شريف. كابتن فتحي برضو شاركونا برضو الموضوع ده، كابتن بلال قال ايه؟ قالك الانسجام زاد. طيب هو الانسجام زاد ليه؟ احنا اتعلمنا من حضراتكم الكلام ده، الانسجام زاد لانه تكرار الشغل في التمرين مع بعض طبعا وكل حاجه، ولكن ال 11 لعيب هم تقريبا فبالتالي هو الراجل هنا انا طبعا سبات. انا حتى قلت لسمير هات لي اللقطه دي، لكن احنا مالناش حقوق في اللقطات النهارده ان شاء الله المباراه اللي جايه، لكن مالناش حقوق في اللقطات النهارده. انا قلت له اللقطه دي ليه تحديدا؟ كانت في الدقيقه 34 او 33 من الشوط الاول، الكره اللي اتلعبت طويله جت وليد ازارو قام عاملها لعمرو السلاي قام عاملها له تاني، قام محمد هاني جاي بسرعه من ناحيه اليمين قام حاططها له بالراحه، قام واخدها محمد هاني وهيلعبها بالعرض او شاطها جنب طالعه جنب العرض. ده انسجام، لان انا عارف محمد هاني جاي بسرعه، محمد هاني جاي بسرعه لقى الكره قدامه خدها وجري، وبالتالي ده انسجام. عشان كده ال 11 دول دايما موجودين يا كابتن فادي. الثبات بيوجد لك انسجام، يعني كل ما كنت الفرقه ثابته. الناحيه الثانيه كمان برضه رمضان مع علي معلول، فهم برضه هم الاثنين، فاذا انت عندك اثنين هنا وعندك اثنين هنا زائد اللي في النص، فسهل جدا ان زي ما بنقول كل حاجه فيها ايجابيه وسلبيه. يعني ما نقدرش نقول كده بالظبط كده. الثبات كل ما كانت انت ثبتت الفرقه والتكرار مع بعض، فالثبات ده بيولد على طول اوتوماتيك يولد لك اداء متميز للفرقه، وتلاقيك وانت مغمض بتلعبها له كده لان عارف ان هو هيتحرك هنا. انا كان نفسي اوري حضراتكم اللقطه دي تانية، بس يعني بلال فاكرها وحضرتك فاكرها. فاكرين يعني هي نفسها وحتى نفس اربع خمس باصات انتهت لا الميزه كانت ان كله جاي سريع والباصات جايه جامده، وبالتالي لازم تبقى حافظ مش لا بالظبط مش يعني مستني تشوفه رايح فين، لا انت حافظ فبتعملها كده وبلف يعني انك بتحط كوره بتتحرك بدون كوره بالظبط، وبتحط الكوره بتتحرك بدون كوره، وانتهت انها تتشاط في الجول. احنا قلنا برضو وكان هيبقى جول حلو قوي. يعني عندك انت الاثنين الظاهرين، واحنا قلناها في الاول، دورهم الدفاعي ثم بيقوموا بدور وسط الملعب ثم بدور في الثلث الهجومي، لا اما تسجيل هدف او صناعه هدف. طيب كابتن شريف،
يعني كرات عرضيه كثيره جدا جدا. والنهارده شفنا وليد ازارو جاب جونين. وانا قلت لك ابو ماتش نفسي العب 4 4 2 ماتش ده نفسي بس يعني هو السوليه حرر كان جاب الثالث ده لو كان جابه يعني ده يجيب 600 جون لو وليد ازارو النهارده الكره اللي عملها كانت حلوه قوي وايضا الكره بتاعت اجاييه لو الاثنين الجونين دول كانوا دخلوا كنا هنبقى يعني بص كنا هنقفل الاستوديو ونمشي بصراحه. هو وليد لازم يطمع لنفسه بقى يعني كتير اذا عنده ما هي دي تبين لك تطمن لك ان عنده سليم ان هو بيبقى مواجه للمرمى او سرعات بيجري بيها بيروح بيها على الكره للجون. فانت عندك هدف انك رايح بالكره بالسرعات دي بتستقبل الكره سارق الديفندر بتاعك عندك فوارق بينك وبين اي حد. عمل لك عمل الاوفر بتاع ضربه الجزاء لعمرو السوليه رائع الحقيقه يعني اوفر بتاع باك رايت يعني مش بتاع لا يعني هو عنده عنده امكانيات ان هو يعمل كل حاجه وبعدين بتيجي لحظه معينه كده بنلاقيه بيفقد كل حاجه او مش مركز في انهاء اللمسه الاخيره. عالجها قبل كده كتير قوي من السنه اللي فاتت يعني وكان برده ابتدى كده فتره كده وبعدين عالجها بقى كل ماتش يجيب لي جولين وثلاثه وفي ماتش في افريقيا جاب ثلاث جوال بدماغه ورا بعض تا 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 اللي هو بتاع النجم الساحلي على ما اعتقد يوم ما كسبنا 6-2. فعنده لحظات معينه فيها تركيز كبير جدا بيقدر ينهي الهجمه زي ما هو عايز وزي ما الفرقه محتاجه. فعشان كده انا بقول لك لو هلعب 4-1-3-2 هريح ازارو وهيبقى له عنده فرص اكبر بكتير قوي. الراجل بيلعب 4-2-3-1 مش انا اللي هقول الطريقه يلعب بيها النادي الاهلي. اللي بيحرر لي الفكر بتاعنا اللي هو نص الملعب عندي. نص الملعب عندي لما بيبقى فيه وليد سليمان بحس ان هو بيسرق من ورا رمضان ورمضان بيخش جوه بيعملوا الثغرات مع علي معلول والعرضيات بقت تخش بتلاقي ازارو دخل قرب منطقه الجزاء والناحيه الثانيه حسين الشحات بيعمل الكروس يخش مع محمد هاني بيدعم من الناحيه اليمين دي. فكل ما الكره بتتقطع يا اسلام ابص الاقي احمر 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 لان في تحرك وهو المطلوب وهو ده المطلوب وده اللي يزعج اي فرقه بتلعب النادي الاهلي ويفقدها التركيز معاه. يعني حتى لما هنلعب اي فرقه اذا كانت بيراميدز او اي فرقه جامده في الدوري أو أو, او 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 اي حاجه هنقابلها في افريقيا لازم يبقى هو ده الفكر هو ده التحركات هو ده الشكل. بس ده احنا شفناه النهارده على بطء بسيط على يعني. بطء بسيط وعلى فرقه يعني انت شفت ده ان الكره الثانيه مثلا 90% مش هقول لك 80% مش 90% 80% الكرات الثانيه كانت لصالح النادي الاهلي او وسط ملعب النادي الاهلي. رمضان النهارده بيأدي اداء مقبول هادي صالح جمعه هادي مش اللي هو السحبه وال1 2 والجري والبصه في نيرف في اللعب. ايوه بحس ان بيبقى في لعيب اجريسيف داخل بيخلص ويروح عامل اللي عليه لان التحركات اللي جايه من زميله هو خلاص اللي انتوا الانسجاميه اللي انتوا بتقولوا عليها ان الراجل عامل قوام اساسي للفرقه حافظوا بعض عارف امتى التايمر التايمنج اللي بيطلع فيه هاني او بيطلع فيه معلول هو ده بقى السيستم بتاعنا اللي احنا بنكسبه دايما في كل ماتش وتثبيته. ايوه هو ده الحلو قوي اللي احنا شايفينه بس على اسرع بقى شويه عايزين على اسرع ونحرج اي فرقه السنة كابتن لدرجه انت ممكن اي فرقه تخش تدخل كره بدايه السنه العرضيات اللي بتقول عليها دي ممكن تبقى نيران صديقه يعني ممكن اعمل كره عرضيه اي حد يدخلها حتى لو تعرف في حاجه مهمه جدا 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 النهارده حصلت اللعبه بتاعت ازارو اللي ما جاتش جول اللي هي الباكورد دي مهاره طبعا المهاره صعب ان صعب انك تفقد مهاره المهاره اللي بيكتسبها لاعب لو انت انك تركب عجله دي مهاره مش كل واحد بيركب عجله طالما ركبت العجله وانت مغمض ممكن تركب عجله فدي مهاره عند اللاعب طالما اللاعب ده عنده هذه المهاره اذا قادر انه يعيدها تاني دي علامات المهاره يقدر يكررها فدي علامه ان هذا اللاعب متميز جدا بس الفتره اللي هو بيمر فيها دي ينقصه ايه ثقه ينقصه تكرار المواقف امام المرمى يقعد يجيب كوره كده 20 30 40 كوره الصبح ويشتغل معاه فردي انفرادات من كل الاوضاع ترجع له ثقته تاني ترجع له اطمئنانه ان هو في المنطقه لان اللعبه دي مش بالصدفه ما انت ممكن تيجي جاري واحد يجي شايل كوره يقول لك ده خلاص ده صدفه دي اول مره استاذنك يا فتحي وانا صغير وكنت بلعب لان انا رحت كلمت ازارو من سنه كده فاتت في الموضوع ده كابتن طه اسماعيل بقيت انا من كتر ما بوصل بسرعه للجول وبروح اعملها بليسنج كده بتيجي او بيجي كنت بضيع جوال زيه كده كتير وبجيب جولين مثلا او جول كانت الرساله ليا ايه في التمرين عندنا اول ما تخش جوه 18 باقوى عندك شوتينج او ارسال الكوره لازم ترسلها بكل قوه ان شاء الله في نص الجول هتاخد ايد الجول وتخش بس وانت بتجري الماتش اللي بعده بايرن ميونخ حطيتها في ايد سب ماير راح واخدها ودخلت بيه
فابتدى التمرين يا كابتن فتحي. انا عايز اكمل الحته بتاع حضرتك. تمرين بقى وان حد يفضل وراه ويتكلم معاه ازاي ينهي الهجمه بقوه جدا، هو ده اللي ينقصه على ما اعتقد. والله انا شفت يا كابتن انا كنت في النادي من حوالي اسبوع كده او 10 ايام، وشفت ان كان هناك تمرين تخصصي لكل المهاجمين في الحاجات اللي حضراتكم بتعملوها دي، اللي حضراتكم بتتكلموا بيها دي، ان هو يعمل له اوفر ويطلع بدماغه، وبعدين يعمل له اوفر على الارض او يعني باس على الارض ويخش برجله. الحاجات اللي احنا شفناها النهارده دي شفناها في تمارين تخصصيه بيعملها مفيش احسن من التمرين. بس في حاجه نقطه مهمه جدا بس يا اسلام، هو وليد مميز الحقيقه وعنده مهارات عاليه جدا، لكن هو ينقص بس وليد من وجهه نظري برضو يعني ينقص الهدوء. هو مش هادي، هو رتم واحد ما بيتغيرش. هو وليد على طول الريتم بتاعه سريع جدا جدا، بيبقى على الطرف بيبقى سريع، في قلب الملعب بيبقى سريع. حتى بص وهو هو بيشتغل في الانفرادات دايما عنده سرعه عاليه جدا، يعني دايما كهربته عاليه بالظبط. بس هو رتمه سريع رتمه سريع قوي، فاهم قصدي؟ محتاج يهدى شويه. وليد ازارو لو هدي شويه ده بالنسبه له هيكون المنفذ الاهم لتسجيل الاهداف. نعم. انا النهارده يعني انا خد بالك انت الفيرويد محتاج سرعه عاليه جدا في بعض الاوقات، لكن في اهم وقت بالنسبه له محتاج الهدوء. هو بيتعامل ثانيتين ثلاثه اللي قبل الثانيتين دي له رؤيه اوضح شويه الهدوء تبقى هادي. النهارده في واحده راح بيها برضه بسرعه وعايز يخلص بسرعه وعايز يعمل لا محتاج يهدى بثانيه كده يستغل سرعته صح، انه يهدى بس سنة قبل تسجيل قبل الشوطه قبل الركله دي اللي بنقول عليها قبل ان لازم ينفرد 20 30 40 كوره اجري وانفرد. هتلاقيه هو سريع يقول لا اهدف دي انفرد دي واجيب له جول مش لجوال بتوعنا، لان الجوال الكبار برضو حافظين زواياه، اجيب له جوال من الجوال الصغيرين اللي هو ما يعرفش هم اللعيبه ما تعرفش زاويته ايه، يعني بتوع فريق الشباب ولا فريق كده، ويقعد ينفرد بيهم يقدر هي هتوصل له للنقطه دي ان هو يبقى هادي، ان في الحته دي اقدر اعمل له كده، في النقطه دي نقدر نعمل له كده. سهل جدا 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 يعني الحديث بالحديث يذكر خطيب لو رئيس النادي الاهلي كان يقعد يتمرن وبعدين في النهايه تجيب له كور اوفرات بس من الجنب وقويه وشلاليت وتعمل له يعمل لي على صدره ويجيبها، يعمل لي على وش رجله ويجيبها، وتقعد تمرنه الحاجات دي كتير بحيث لما تجيله في الماتش خلاص بقت العمليه سهله. اما بتجيله في اي ماتش هو اتمرن عليه تجيبها له من يمين ما بيضيع قليل بقى بيضيع. فانا عايزه يا كابتن اسلام ان هذا اللاعب يحضر يوم او يومين ورا بعض الحقيقه شفت بقول لك تمارين تخصصيه للمهاجمين عايزه هو ده بقى، لان هو دلوقتي اصبح النهارده بعد اللعبه اللي عملها النهارده الباكورد يعني هذا اللاعب ما نقدرش نفرط فيه، لان اللاعب ده كويس وعنده كوره بس عاوزين نطلعها. شاطر بقى اللي طلعها هو مرتين في الماتش مش عايزين اكتر منه يتوافق فيهم بتكسب الفرقه. طب ما خلاص انت عايز جول تكسب بيه الجول الراجل الهجيبوتي يقول لك امشي مرتين صح ماتش بس احنا يكسب دي اصعب مهاره يا كابتن دي اصعب مهاره صعبه جدا الباكورد مش سهله وبعدين راح ايه مش ضعيفه ده راح قوه راح ضعيفه كانت داخل الجول يعني والله لان كانت نزلت وبعدين الكره اللي جايه وبعدين التوقيت الكره اللي جايه وان انا جاي بحطها وبحطها بهذه القوه اذا انا عندي حاجه. اذا ايجابيه من الايجابيات النهارده عوده وليد ازارو للتهديف ما زال بيضيع الفرص ولكن هناك عوده جيده عوده الثقه وعوده الثقه لنا احنا صح ان اطمئن عليه ان هو عنده وما نفرطش فيه ونشتغل معاه كويس تمام. لو اشتغلنا معاه كيرف هيعلى. هنكمل بقيه ايجابيات هذه المباراه لان هناك ايجابيات. هل احمد الشيخ بنعتبره ايجابيات ان هو جايبه من الثلاجه زي ما احنا بنقول في كره القدم بيبقى جايبه من الثلاجه ومديله 10 دقائق او ربع ساعه، هل ده كويس ولا ايه؟ هنسال برضو خبرائنا ولكن نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن بقيه الايجابيات في مباراه اليوم في الدور التمهيدي الثاني زي ما الكابتن فتحي قال لنا النهارده الدور التمهيدي الثاني ومباراة النادي الأهلي ونادي اطلع بره انتظارا لمباراة العودة بعد فوز النادي الأهلي برباعية مقابل شيء. شوف فاصل ونرجع نكمل معاكم. اهلا
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن فتحي، هل بنعتبر احمد الشيخ النهارده من مكاسب هذه المباراه؟ طبعا لسه بدري واول مباراه وفريق ضعيف وكل حاجه، ولكن هل نعتبر احمد الشيخ من مكاسب هذه المباراه؟ احمد الشيخ نقول الهدف اللي جابه ازاي، لو حللنا عليه هيجاوب على السؤال. الهدف اللي هو جابه ازاي، استخلص الكره ازاي، يرقص الراجل، وبعدين نكمل الكلام اللي بيقوله الكابتن بلال ازاي جوه ال 18 يبقى الهدوء. هو لو مش هادي مش هيحطها، يعني لو هو بنفس السرعه اللي هي بنتكلم فيها وجري مش هيجيبها جول، لكن هو عارف ازاي يستخلص الكره الاول. صلاح امبارح في اللي جابه برافو عليه. هو تقريبا يعني سينك بالراحه، صلاح حوالي 10 تحس انه حوالي 10 هو بالراحه قوي. هو ما دي مهمه جدا، هي اللي تفرق. اللي يقول لك دايما بالانجليزي يقول لك كول هيد، يعني ايه كون بارد. المهاجم البارد اللي دماغه بارده مش بارد يعني دمه تقيل، لا البارد غير متسرع يعني. البارد اللي هو يبقى في الملعب جوه الثمان، اول ما يشوف جوه ال 18 يهدى، تلاقي النبض بتاعه ينزل خالص كده. ليه؟ لان المخ هيشتغل كتير قوي، هحطها هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، مش هستعمل فيها القوه. فاذا اول ما يخف وهو خلاص خلص من المدافع بتاعه قدر يعملها. فدي بتدينا عنوان ان احمد الشيخ لاعب مهاري، لاعب عنده القدره انه يسجل هدف، لاعب عنده القدره انه يصنع هدف لنفسه، لانه هو اللي صنع الهدف لنفسه انه جري وحطه وكده. فاذا دي حاجه اضافه لفريق النادي الاهلي. جيرالدو يا كابتن، وتغيير جيرالدو النهارده مكان حسين الشحات اعتقد. جيرالدو مكان حسين الشحات. بص كابتن اسلام، هقول لك على حاجه. احنا ساعات الفرقه بتاعتنا او حاليا بتمر بحاله اجهاد كبير قوي، فلازم اللاعب اللي هو بيبقى نازل لازم يكون عنده الفارق في الشكل اللي بيتمتع بيه في ظرف ربع ساعة أو 20 دقيقة، يبقى هو عنده من جواه عايز يقدم حاجة لنفسه للفريق وياخد الانتباه بالنسبة للجهاز الفني. فهو زي ما عمل كده أحمد، خد الكرة عنده، هو عامل لنفسه خطة إن كرة الناس دي مش بتعرف تقف كويس قوي، الراجل ده جاي سريع، فأنا الكرة اللي عنده بقى كورته، جايب 17 هدف قبل كده في الدوري على ما أعتقد، وهداف دوري مرتين يمكن ورا بعض في فرق تانية خالص بره معانا، احنا بيجيب جول على طول. حتى لما رجع السنه اللي فاتت واشترك لفتره كل ماتش كان بينزل بيجيب جول، هو عنده الملكه دي، ملكه الفكر دي. جيرالدو نفس الشكل، عنده الحته بتاعته اللي هو بيمسك الكرة ويروح واخد الراجل وسرقه وجاري بيه عايز يعني يعمل العرضيه، او بيشوط دايركت على المرمى، او ما اتيحت له من فرصه ان هو يقدر يحرز هدف في اي وقت. فجيرالدو احمد، كل من قاعد بره هو نفس الشكل ونفس، بس لازم دول يلعبوا كتير قوي عشان يبقوا دايما جاهزين. يعني انا ما اجيبوش النهارده اجيب احمد واجيب جيرالدو بعدين الماتش الجاي ما لاقوهمش، لا لازم برده يبقوا تحت بؤرة الضوء زي القوام الاساسي اللي هو بيلعب بيه. اجاي وتغيير رمضان صبحي. شوف اجاي لعيب متميز الحقيقه، ويقدر يلعب باشكال مختلفه داخل الملعب. يعني لعيب يقدر يلعب السكند سترايكر او الشادو سترايكر، يلعب مهاجم صريح كمان، يقدر يلعب كمان رقم 9، ويقدر يلعب على طرف من اطراف الملعب، ويقدر يلعب بلاي ميكر. يعني لعيب وجوده في الملعب مهم، وقليل جدا في الفرق لما بتلاقي لعيب عنده ادوار كتيره كابتن، يقدر يقوم بادوار كتيره. يعني اجاي من اللعيبه دي، مهارات عاليه، لعيب بيعرف يستلم كره تحت ضغط بشكل كويس قوي، بيعرف يتحرك في ال 18، بيعرف يشتغل على الجول بشكل كويس جدا. يمكن الكره اللي عملها الكروس اللي اتعب له وعملها وحطها، يمكن لو جت جول كان هو برضه من الاهداف الرائعه جدا 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 الحقيقه. التحرك داخل ال 18 رائع، التصويب رائع جدا، التايمنج بتاع التصويب انت بتقول عليها، لعيب مهم جدا 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 جدا. يمكن تغييره كان في توقيت بالنسبه له هو كأجاييه توقيت متميز، لانه اتغير بدري في الدقيقه 56، فكان اداله الوقت الكافي انه ينزل يشتغل داخل الملعب. انا بشوف ان أجاييه من اللعيبه اللي لو خدت وقت كتير واشتغلت كتير ولعب كتير هيبقى مفيد ومؤثر بشكل كويس جدا. أيوة. لانه يقدر يحول الطريقه زي ما كابتن شريف بيتمنى الاهلي، هي طريقه 4-2-3 4-3-1-2 او 4-2-3-1، اللي هو الفرقه انك تلعب اثنين فراوده. أيوة. بيقدر يعملها بشكل كويس جدا. فأجاييه لعيب مهم جدا في النادي الاهلي، ويمكن السنه اللي قبل اللي فاتت كان له ادوار مؤثره جدا وايجابيه جدا مع النادي الاهلي. بيشتغل كويس، لعيب بيشتغل واحد ضد واحد بشكل كويس جدا، رائع جدا، بيعرف يعمل الاسيست بشكل كويس قوي. النهارده يمكن
سهوله برضه المباراه ما بتخليش الواحد في قمه التركيز. لازم نضعه كده في الحسبان قبل، لان احنا سهوله المباراه دي مخليه اللعيبه برضه مش 100% تركيز، يعني بتخليك يعني مش في قمه التركيز. انا بلعب فرقه سهله، فرقه بسيطه، اي حد ممكن يعدي، اي حد ممكن يسجل هدف، اي حد ممكن يعمل ثرو باس، اي حد ممكن يرقص واحد ضد واحد، فبالتالي بتخلي ده مش صح. يعني احنا هو مش صح، احنا ما بنقولش كده كويس، لكن احنا بنقول ده مش لكن صح، ده طبيعي. ده طبيعي، احنا كلنا لعبنا كوره وعارفين الكلام ده. ده الطبيعي انك انت لما بتبقى كسبان 3 4 والفرقه اللي قدامك يعني قليله شويه، انت كمان مستوى الاداء بتاعك بينزل يعني بطبيعه الحال. فالنهارده لعيب زي اجاي النهارده وجوده في الملعب بشكل مستمر هيبقى مفيد جدا جدا يا اسلام في النادي، خاصه ان انت برضو الحته دي المكان الحته اللي قدام ما عندكش فيها لعيبه كتير، ما عندكش اللعيب اللي يقدر يلعب تحت تحت الفراوده ويكمل داخل ال 18 ويسجل اهداف، ما عندكش اعداد كتيره، ما عندكش، مش متاح الموضوع ده بالنسبه لك. انت كل الفراوده اللي موجوده عندك التوليد ازارو ممكن يبقى سترايكر، ممكن يبقى شادو سترايكر، صلاح محسن نفس الموضوع يعني. فانت بتتكلم في اثنين لعيبه فقط لا غير هم اللي يقدروا يقوموا بالحته دي، فده ثالث اللعيبه اللي يقدر يقوم بالحته دي، بالاضافه انه كمان بيلعب على طرف الملعب سواء يمين او شمال، يقدر يلعب بلاي ميكر الاول النهارده، يعني النهارده الطريقه اللي انت بتتكلم بيها دي يقدر يلعب بلاي ميكر اجايه، فوجوده مهم جدا. اداء النهارده معقول بالنسبه لاجايه، كفتره برده كان بعيد بقاله فتره عن النادي الاهلي، ولكن اعتقد انه هيتحسن الفتره اللي جايه بشكل كويس. تمام. كابتن فتحي، عايز اسالك برضو عن اثنين احنا ما اتكلمناش عنهم خالص، حمدي فتحي وعمر السوليه ودورهم في مباراه. يعني كابتن شريف اشاد بان احنا 90% او 80% من الكوره الثانيه بناخدها حتى في ظل، طبعا يا جماعه احنا لما بنيجي نتكلم احنا الاساس بتاعنا ايه؟ الاساس بتاعنا ان الفريق ده فريق فارق كبير ما بينه وما بين النادي الاهلي، بنتكلم في بدائيات من المفترض ان تكون متواجده يا كابتن، عشان بالزبط. بس الناس ما تقولش ان احنا ايه مكبرين الفريق ده، ممكن يجرنا للهدوء ده كمان. بالظبط كده. يعني نقدر نقول السوليه فعلا انه كان بيزيد، حمدي كان له دور من الناحيه الدفاعيه كويس جدا انه بيقطع الكوره ودايما متحرك واخد الخط ده كله، وحضيف عليهم رامي ربيعه النهارده. رامي ربيعه كام كوره ان هو بس بيشوط من بعيد ومفيش دقه، لكن ممكن تتحول الدقه، ودي بتجرنا على ايه؟ لازال المجموعه دي الثلاثه، انا بقول رامي ربيعه لانه هو بيتقدم، وحمدي والسوليه لابد التسديد من الخارجي، لانه مش شرط يخش جوه ال 18 عشان يشوط. مظبوط. فلازم التسديد ده لازم التكرار عليه، زي ما بنقول وليد ازارو عاوزين التدريب للانفرادات والهدوء، عاوزين التدريب للقادمون من الخلف اللي هو السوليه اكتر، لكن نفس الحكايه رامي من الناس اللي بتشوط كويس قوي وجسمها كويس وعنده دقه في الشوط، بس هو بعد فتره فتلاقي شوطه دلوقتي ما بقتش فيه القوه والتركيز، القوه ناقصه، كل ما بيوصل زي ما تقول ايه البنزين بتاعه بيخلص فالقوه بتضيع. لو زود دي اضافه للنادي الاهلي، بقى عنده اكتر من فيرود، ودي هتشفي او ايه ترضي الكابتن شريف ان يبقى اكتر من مهاجم جوه المنطقه. يبقى انا لما عندي اثنين وعندي الاربعه، لما بزود عليهم السوليه، لما بزود عليهم رامي ربيعه جاي من خلف، لان الفرقه اللي قدامي بتلعب راس حربه واحد. مظبوط. فخلاص ايمن اشرف معاه وعندي الباكين وموجودين او حمدي فتحي معاه، يبقى اذا لما رامي بيروح قوه الشوط بتاعته اللي من بعيد، بس انا مش عايز اخش جوه، انا عايزه في المنطقه اللي هو ممكن يرد المكان الثاني 25 30 يارد اللي هو مكانه يقدر يرجع، وهو عنده القدره. وعمل واحده النهارده بس طبعا في واحده عملها وصل كان ازارو خدها من ازارو. بس هو الشوط بتاعه لازال يعني ايه، عاوزينه شويه يقوى شويه، دي هتعتمد على ان هو يبقى جاهز بدنيا للشوط. سلاي نفس القصه، عنده القوه للشوط برضو دي عايزه تزيد شويه فيهم. اما حمدي فتحي النهارده برضه شاط واحده جبناها، شاط واحده من الدور ال 15. كان مستر الدكوتي الله يرحمه كان يقول لك ايه، كويس ان مفيش طياره ماشيه كانت ضربت لنا في الكوره دي. انا عاجبني حمدي فتحي قوي بيتحرك لانه ملتزم كمان دفاعيا ورا وقاطع وكده يعني عارف في ماتش من الماتشات دي بتلاقي كل اللعيبه بتتحول طيرة من سنتر باك لسنتر فورورد خلاص، انما ده لعيب عارف امكانياته، عارف ان عنده واجبات محدده، بس اهم حاجه مطلوب منه بالظبط كده، يعني ما بيتعداش الالتزامات دي. في بعض الاحيان لما الكره فرصه بتكون متاحه
انه يطلع عشان يصوب بيصوب، لكن في معظم الاحيان حتى وانت تلاقي فريق ضعيف زي ما بتلاقي فريق قوي هو عنده ثبات في الحته دي. التمركز بتاعه مهم جدا جدا جدا. انا بقول دايما ان الكره الثانيه بلال النهارده كان ليها دور من نصيب النادي على فكره. ما هو دي من الايجابيات ليه، لان الكره الثانيه احنا كره بنفتقدها في مباريات كثيره في الدوري السنه اللي فاتت، يعني كان بتبقى في مساحات في المنطقه، في مساحات وسط الملعب، لكن حتى في مباراه الزمالك الاخيره. لكن انا بتكلم دلوقتي ان انت الكره الثانيه دي على الرغم من ضعف، معلش لازم الجمله دي تتقال عشان ما نقولش ان احنا على الرغم من ضعف وكذا ضعف الفريق المنافس وكذا، ولكن في النهايه الكره الثانيه دي الكابتن فتحي ممكن يقول لكم كابتن شريف ان الحاجات دي وبلال طبعا ان الحاجات دي مهمه جدا جدا. الكره الثانيه دي حاجه مهمه جدا طبعا، ابتكار هجمه جديده وانك تستحوذ على الكره دايما بتجيب الكره بسرعه. وزي ما اتكلم على حمدي فتحي بيديك صمام الامان وبيديك ثقه ان الكره مش هتعورني الناحيه الثانيه، ودايما انا موجود في الجزء بتاع الخصم مش موجود عندي. الكره لما تضيع هناك وارجع استردها تاني ولا حاجه، ما حصلش اي حاجه. هتطلع اوت، هتطلع بتاع. رمضان صبحي النهارده عمل واحده وراح قاطع زي احمد الشيخ ما عملها وعلى شماله وراح ومديها وقعد تلعب بره، انما الفكره موجوده. هو ده اللي مطلوب. ان الكره لما بتترد لنا بنجدد الهجمه تاني. هو اخطر وقت، اخطر وقت لاي فرقه وقت فقدان الكره. ليه؟ لانك انت الكره معاك فانت بتهاجم، فانت اصلا متحرر ما بتمسكش حد. أيوه. لانك بتهاجم، اول ما تفقدها هو ده اخطر وقت، لان الفرقه اللي قدامك مش ممسوكه، لانك لما بتهاجم مش هتهاجم، هتروح انت تمسك الراجل، المفروض هو اللي يمسكك، فانت اخطر وقت. فالكره الثانيه دي احنا هناخدها هو اخطر وقت على الفرقه اللي قدامي. ليه؟ لان الفرقه اللي قدامي طالما احنا خدنا منهم الكوره وهم كانوا مهاجمين اصبح كانوا هم لعبتي كلها هتبقى فاضيه. تمام. فسهل ان انا ابدا بهجمه او بهجمه. خد علينا النهارده لانه كان دايما بياخدها، وده كان بلال واضح اعتقد في الهدف الثاني اللي عمله حسين الشحات لوليد ازارو، اللي هو الضغط الامامي وان هو ضغط على الاستوبر بتاع اطلع بره وخد الكوره وراح واستنى عليها وهدي عليها جدا لغايه لما لعب. احنا للاسف مش عارفين طبعا نعرض الحاجات دي، ولكن خد الكوره وراح عمل، يعني الكلام اللي الكابتن فتحي بيقوله بيتم تطبيقه او تم تطبيقه بالفعل في هذه المباراه، او هي دي الميزه الجديده. تمام. انك انت يعني مش عارف هل دي تعليمات مستر الاثاره انك تبتدي تضغط من قدام بالنسبه اللي حصلت كذا مره بالظبط بالنسبه لحمدي فتحي، ولا هو بيشتغلها كلعيب عنده السنس بتاع الحته دي؟ لا لما تكررت يبقى شغل مدير، يبقى ده شغل مدير فني. تمام. فالنهارده الحته دي مهمه جدا جدا في اي لعيب بيلعب ميد فيلدر، انك تبتدي تشتغل لما تلاقي فرصه انك تضغط من الحته اللي قدام من نص ملعب الخصم، انك تبتدي من نص ملعب الخصم اللي لما تقطع الكوره بتبقى اقرب للمرمى بتاعهم بعيد عن المرمى بتاعك، سهل جدا انك توصل الجول باقل عدد بالظبط. الناحيه الثانيه المدافعين بالظبط تستنى ان انت ترجع لورا وتستنى لعيب يروح عليك واحد ضد واحد و50% تقطعها و50% هو يعدي منك. فالنهارده حته انك تضغط او تبتدي عمليه الضغط من نص ملعب الخصم ده مهمه جدا جدا، دي هتعلي كمان من اسهم حمدي وتدي له ثقه اكتر. النهارده كل ما بتشتغل في ملعب الخصم هتبعدك عن جولك برضه يا بلال. ما دي هي يعني الثقه اللي انا بتكلم فيها، انك بتديك ثقه كل ما بتشتغل في ملعب الخصم كل ما بتديك ثقه اكتر، لانك انت بعيد عن مرماك. النهارده لو انت بتحاول تقطع في نص ملعبك انت لو اترقصت بقت المسافه لجولك قريبه جدا، فبالتالي هيبقى فيه اهتزاز في الثقه، هيبقى اهتزاز كمان في الامكانيات، ودي حاجه هتصعب عليهم الامور بتاعتهم. انما النهارده لما تشتغل في نص ملعبك في نص ملعب الخصم وتضغط من نص ملعب الخصم سهل جدا، حتى كمان لو ما قطعتهاش عندك مسافه كبيره جدا انك تشتغل فيها، عندك اثنين برضو سنتر باك يشتغلوا من بعديك، عندك اثنين باكين يبتدوا يشتغلوا من بعديك، فكون انك تضغط من ملعب الخصم ده حاجه مهمه جدا. انا بحيي مستر لاسارت عليها، اللي هو ده الشغل اللي هو هيبتدي يشتغله مع حتى المباريات الصعبه اللي جايه، سواء كان بيراميدز او النهارده او المباريات حتى في الدوري العام، لو هتشتغل انك ضاغط من ملعب الخصم اعتقد انك ضغط امامي عادي بالظبط من قدام يا كابتن من قدام. النادي الاهلي هيفرق كتير جدا جدا في ادائه، هيفرق كتير جدا في مستواه، هيفرق كتير جدا في الفرص اللي هتتاح للنادي الاهلي بعد كده. خلي بالك هو النهارده ما اعرفش انا شايفها كده وحضراتكم طبعا ادرى مني في هذا الموضوع، انا شايف ان هو غير طريقه اللعب، مش طريقه اللعب، غير اسلوب اللعب، بمعنى ان هو بدا بيضغط من قدام على مجموعه اللاعبين اللي موجودين، وفي الشوط الثاني ما اعرفش هل ده لعيبه ولا جهاز فني اللي عمل كده، ولكن انا وجهه نظري ان دي حصلت كتير، ان دايما احنا النادي الاهلي في الشوط الثاني حتى حضراتكم ساعتها كنتوا بتقولوا ان ده اسلوب لعب، ان هو كان ضاغط كتير قوي الشوط الاولاني لغايه لما جاب جون او اتنين. لو تفتكروا مثلا مباراه سيمبا 5-0 اللي كسبناها 5-0 هنا في القاهره، هو عمل ايه؟ نفس الكلام هنا، ضغط 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 ضغط، جاب 3 اجوان او 4 اجوان في الشوط الاولاني، وبعد كده الشوط الثاني هدي خالص. فما اعرفش بلال هل ده قد يكون تغيير من اسلوب اللعب، بمعنى ان انا ضغطت الشوط الاولاني مش عايز بقى، واضح واضح اصلا
عايزه بدني، عايزه بدني كتير عشان تضغط، عايزه بدني لا. وبعدين كان واضح من المباراه كابتن شريف برضو اشترك معانا في الكلام. انا واخدني فكر الثلاث مباريات الاخرانيين باداء اللعيبه نفسهم هم معتقد في اداء يعني واضح جدا من حمدي فتحي، اداء واحد في الثلاث مباريات ثابت عنده ستابيليتي ما بيتكلش على حد يا اسلام. انت معجب ان هو دايما واقف او يعني دايما حافظ عينه على الكوره في اي حته بيروح يساعد اي حد اذا كان ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، هو مسنتر نفسه ان هو حامي المنطقه دي اللي هي عند الكوس بتاع نص الملعب قدام الاثنين الاستوبارين بتوعه. ايوه من اللي هو من ناحيتنا مش من ناحيه من الناحيه الفراوده سايب دي لسوليه هو وحسين الشحات والناس اللي بتتحرك او جايه لما نزل الناس دي ليه عندها الحته دي برضو اطرافك هي اللي بتساعد الراجل ده انه اول ما بيستلم بيلاقي فوتبولرز لعيبه كويسه قوي زي محمد هاني وزي علي معلول. فهي المنطقه دي اللي انتوا بتتكلموا عليها اسلوب التحكم في الملعب الراجل ده برضو بصراحه يعني عامل لنا شكل ثباتي فان احنا لانه هو ثابت كديفندر موجود هنا في الحته دي في اهتزاز في ما عنديش خضه احنا جاي علينا لسه ما شفناش اليو ديانج او اليو ديانج لسه ما شفناش الراجل ده برضه هيريحهم لو ثبات الاداء بتاعه ده اعتقد هيريح كل مين اللي هيجي عليه طبعا. اذا كان ياسر ابراهيم او هيبقى موجود اي حد تاني متولي اي حد هيبقى موجود من احنا بنتكلم عنه هيلاقي السبورت بتاع الناس اللي بتلعب في الحته دي اللي ما بتعتمدش على حد غير ادائها. فيمكن الراجل كمان احنا متخيلين دلوقتي ان ده اداء جهاز فني واللعيب في الملعب اداء مظبوط اللعيب في الملعب لازم هو اللي يثبت الشكل ده. فاحنا على كده او كده احنا الكسبانين في الاخر كفرقه وكجماهير وككل حاجه الفريق ماشي مظبوط يعني. بس انا اتفق مع اسلام، اتفق معاك في حته ان هو طريقه لعب الراجل او ستايله في اللعب في بدايه المباراه انك ازاي تضغط من قدام عايز ازاي تضغط على الخصم، ازاي تسجل الهدف في بدايه المباراه دي، ده الشغل اللي هو بيشتغله وناجح فيها كابتن جدا ناجح فيه جدا. بس الفكره كلها الشوط الثاني بينقصنا بس حاجه واحده بس، انك ازاي تدور الكره كتير، ازاي الكره ما تطلعش منك كتير. يعني انا طبيعي ان انا مش هضغط طول ال 90 دقيقه، ده وضع طبيعي، مفيش حد طبعا مش فرقه في كره القدم بتعمل ضغط 90 دقيقه. ولكن طالما انا قدرت ان انا انجح في اول في اهم نقطه بالنسبه لي ان انا اضغط وابتدي اسجل اهداف، لازم ابتدي اشتغل بقى حته ازاي استحوذ بالظبط، الاستحواذ السلبي بالظبط كده يعني اللي حضراتكم دايما بتقولوا لنا عليه. فده دي مهمه جدا الراجل يشتغل عليها الفتره اللي جايه، لان خلاص نجحت في اهم حاجه بالنسبه لك ان ازاي تضغط وازاي تسجل اهداف وازاي تحط الفرقه اللي تحت اللي قدامك تحت ضغط. لكن كون انك تشتغل بنفس الريتم طول المباراه هيبقى صعب جدا. لا 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 صعب جدا جدا جدا. صعب ولا لا؟ لا لا صعب طبعا طبعا صعب، ما اقدرش ان انا اضغط طول المباراه 90 دقيقه اضغط. هدوء صالح جمعه النهارده كابتن تفسره بايه؟ هدوء 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 يعني اقدر اقول ان هو حاسس بال 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 بالمباراه او هو بعيد شويه عن ان هو يبذل المجهود اللي يقدر يخليه يوصل للنقطه اللي احنا عايزينها. لا يعني احنا عارفين صوره لصالح جمعه، فللاسف صالح جمعه ارى المباراه قبل ما يلعبها، فارى المباراه حاسس الفرقه اللي قدامه دي ما هياش الفرقه اللي هو هيخش ويبقى فيها عنيف ويعمل التجري ويعمل السريع، خلي بال حضرتك فبيلعبها حسيت انه بيلعب بالشكل السكينه. كلنا يعني عملنا كده يعني، كلنا ما لعبنا كوره شفنا الكلام ده، ان احنا في الماتشات اللي زي دي بيني وبينك يعني معظمنا يعني او مش كلنا نقول معظمنا كان بياخد الماتشات دي ايه عايزين. وبعدين اول يوم العيد عايز اروح اشوف العيال وعايز اكل لحمه وعايز يعني اشوف ده ما عندوش عيال عموما. لكن لا يعني لا وبعدين هو لسه خارج من دوري وكسبان يعني في راحه في راحه بعدين يعني اجازه اطلع بره. طبعا انت قلت ليه اسمه اطلع بره؟ احمد ثابت قال والمذيعين كلهم اللي في كل حته قالوا، انا ما لحقتش اقول الحقيقه. انت ما قلتهاش يعني حضرتك عارف ليه؟ طبعا قلنا طيب برضه طب اصل احنا سمعنا ثلاث اربع قصص. لا لا هي قصته طبعا احنا عارفين السودان كان جنوب السودان ده انفصل في 2011 بقى الدوله يعني، وبعدين في عندهم هناك هم 10 ولايات. البلد دي مدينه. المدينه دي كان اسمها اطلع بره، كان الاحتلال الانجليزي لما يجوا كل ما يجوا يقولوا اطلع بره اطلع بره. على اساس ايه؟ ما بيخلوهمش يخشوا عندهم. فاي حد يجي عندهم في المدينه دي هم عاملين حراسه خاصه بيهم كده زي اللجان الشعبيه عندنا زمان لايام الثوره، فاي حد يقول له اطلع بره اطلع بره فكانهم بيطلعوا بره. فالمدينه
بقى له ايه المدينه بقت مدينه اطلع بره. فالمدينه دي راحت عامله فرقه بقى الفرقه دي خلاص بقى اسم المدينه زي حتى ما تقول بالانجليزي لما تيجي تقراها بالانجليزي مش جيت اواي مثلا لا هي لا اطلع بره اطلع بره فراحوا ان هم راحوا جايين فالمدينه بقت اسمها اطلع بره. فالنادي اللي هو جوه المدينه يعني مثلا احنا عندنا طنطا فالنادي اسمه نادي طنطا فاذا في اي بلد بيبقى فيها كده المحله نادي المحله لا انا بقول عشان انا من طنطا ايوه بس لكن لما تقول فاطلع بره فالفريق بقى اسمه فريق اطلع بره هو مش قصده اطلع بره اللي كده هو اطلع بره اول ما نطق ده دلوقتي بقى اشهر نادي في مصر دلوقتي اول صح ولا لا وبعدين انا مبسوط منهم جدا النهارده انا كنت خايف من التاكلينج وبيلعبوا ده لا بس اشهر نادي بس محترمه جدا قمه الاحترام وقمه الروح الادبي كل حاجه لا 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 فرقه محترمه وبعدين النادي الاهلي كمان ما ننساش يا كابتن اسلام اتفقنا معاهم مع هذا الفريق ان هو الاستضافه الكامله للفريق ده طوال اقامته هنا خلي بالك طبعا دي بتدعو او بتزيد من الاواصر والقرب طبعا والمحبه وكذا وكذا ولكن في نفس الوقت احنا عندنا مجلس اداره برضو اذكياء ما اذكياء ليه؟ لانك انت لو هتسافر ما انت برضو هتسافر هتكلف. بطياره هتكلف وبعدين كتير. هترجع بطياره لكن انت كلفت نص المبلغ فانت يعني. كلفت نص تكلفتك ورضيت اشقاء لك عشان بس الناس ما تفتكرش يعني انت فاهم لكن هي دي احنا عندنا مجلس اداره ذكي بيفكروا تفكير علمي مظبوط تفكير اقتصادي مظبوط وفي نفس الوقت بيستفيد منه وقت ارضاء لاخوه لنا الاشقاء في ده بناء على طلبهم مش على طبعا انا هم اللي طلبوا كده وبالتالي معنى ان احنا الاستضافه انت لو سافرت بطياره فرقتك وهترجع بطياره وهتقيم هناك على حسابك التكلفه دي كلها اتحسبت قد ايه وانت قاعد هنا ولا اتحركت هم واحد دول في بلدهم يعني طبعًا احنا طول عمرنا عايشين مع بعض فده سبب فريق اطلع بره احد نجوم والله ده بقول لك بقت اشهر حاجه في مصر دلوقتي كلمه اطلع بره يعني كل الناس ما تيجي تتكلم انا امبارح قاعد مع بعض اصدقاء والله فبيقولوا لي سوري انا اسف فبيقولوا لي عندكم بكره بقى بقول له عندنا ماتش بكره مع اطلع بره قال لي انا مش هطلع يعني الناس فاكرني بهزر قلت لهم يا جماعه الفرقه اسمها كده اطلع بره فريق اطلع وقعدنا نشرح بقى انا طبعا كنت يعني قلنا الموضوع ده وكلمنا كابتن شطه طبعا سالناه فقال لنا فعرفنا الموضوع ان هو اللي حضرتك بتقوله بس سمعنا ثلاث اربع قصص ففي الاخر ان هي بقى فريق مشهور جدا في مصر دلوقتي يعني لو بعد 10 سنين سالت هيقول لك ده لعبوا الاهلي واتغلب اربعه الماتش الاولاني عشان فريق اطلع بره اللي قصتهم كذا كذا ده فانيلاتو ده كمان بتتباع دلوقتي في السوق بطريقه ب 40 دولار احمد ثابت النهارده لابس اصفر فازرق يعني برده كابتن شريف النهارده برضو في هذه المباراه اكتسبنا شيء مهم جدا وهو ان انت عندك ميس باس كتير ولكن في نفس الوقت الكوره والملعب مبلول وبتلعب باس جامد عليها الباس بيبقى اصعب كتير الملعب تقيل فالكوره بتبقى فالباس بيبقى اصعب عليهم لكن مع ذلك كان هناك في بعض الاوقات ان انت عندك تحكم كويس في الكوره هو العذر كمان في الملعب ده ان النادي الاهلي لعب مباراه الزمالك والمباراه المقاولين لا المقاولين ما اتلعبتش هناك الاتحاد ايه مباراه مطر لعبنا المقاولين والزمالك على نفس الارض دي احنا ما خرجناش من لا انت فاكره بتقول ايام المطر لا احنا ما خرجناش من المعسكر احنا هنا صح فاللعيبه بقت حاسه برتم الملعب نفسه شكله ايه وعارفه التقل هنا فين بالظبط لدرجه ان اللعيب كنت تلاحظ كده امتى بيباصي وامتى يعمل الاندفيدوال بتاعه او الواحد ضد واحد بيبقى عارف حتى الكره شكلها ايه حتى الباص النهارده التحكم في الباص اللي هو لازارو او رمضان او وليد من ناحيه الشمال دي في الحته دي عندهم سنس كده في الباص يبقى شكله عارفين ان الكره هتيجي هنا وتقف الكره لما بيلعبوها طويله بيلعبوها عشان عارف ان الارض هتمتص الكره وهتقف مش هتنط وتجري زي الملاعب الثانيه فاحساس الملعب برده ما اتحكم في اداء اللعيبه يمكن هو بعض الهدوء اللي احنا اتكلمنا عنه بيبقوا خايفين ان الكره تتقطع فبتتقطع الباصه ما بتبقاش مظبوطه في زحمه الارجل اللي موجوده وحركه الكوره، حركه الكوره تبقى رايحه اسلام سريعه صح وفجاه تروح واقفه. فتبقى ان بتوين بينك وبين الخصم، فالخصم بيضطر ياخدها، حتى هو لما بياخدها بيديها لك تاني لانه بيقطعها.
عايز يقطعها وخلاص ويشتتها. احنا لما بنقول لعبتنا كلها بتبقى متحكمه وعامله البريس اللي احنا بنتكلم عنه، ترجع تاني بتبقى كره مع النادي الاهلي وهو اللي بيضغط تاني وتتفتح الخطوط، يعني الحركه على طول بتتغير. تمام، تلاقي ان الناس عينيهم عليهم عايزين يمسكوهم، لا بتلاقي في حركه تانية حصل سويتشات نقدر نباصي الكوره ونعمل هجمه جديده. عشان كده انت في المباراه وانت بتتفرج النهارده تحس ان كل هجمه تقدر تجيبها جول. ونقطه كمان يعني اضافه كابتن شريف بالنسبه للملعب، يعني لا ننسى قيمه جمهور النادي الاهلي. شفت طبعا النهارده هذا الجمهور اللي جه في يوم عيد، اول يوم العيد تركوا اللي طبعا كله مش من اسكندريه ولا مش المناطق اللي جايه من القاهره ولا جايه من هنا ولا جايين يعيدوا، فجايين يعيدوا وجايين يفرحوا. لعب النادي الاهلي مبارياته هو عيد بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، مجلس ضرب الكامل يكون موجود. اذا هناك في 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 حاجه في في حب مرتبط، في ارتباط طبعا بين الجمهور بين مجلس الاداره بين اللاعبين، اللي يخليني في يوم عيد والناس فرحانه وبتصلي العيد الصبح وراحه وهتعمل تذبح بقى وتاكل اللحمه وتاكل مش عارف الكلام ده كله والفته، لكن بيحتفلوا بيهم بالدوري ومباريات القمه، لكن انت رايح. فالجمهور ده برضه لازم نشجعه، وان شاء الله باذن الله يتفتح اكتر، لان انت لو قلت بدل ال 10,000 20,000 هيجي 20,000 ان شاء الله الفتره الجايه 50,000 ان شاء الله. يا ريت جمهور النادي الاهلي يعود تاني الى المدرجات، لانه جمهور محترم وبيحترم نظمه ولوائحه وبالطريقه اللي هو يقدر يوصل فيها. اخيرا يا كابتن بلال، لو عايز تقول حاجه بعد نهايه هذه المباراه. بس عايز اثني على رامي ربيعه، لعيب عودته مكسب للنادي الاهلي، لعيب ادى اداء جيد جدا النهارده في الملعب اسلام، برضه لعيب متزن ملتزم بمكانه، كورته حلوه، لعيب قوي ولعيب سريع طويل، يعني برضو عارف صفات السنتر باك موجوده فيه، موجودة يعني فيه. عندك انت بص انا كان معايا وائل جمعه في سهره معاه، قال لك زي ما انت بتقول بالظبط، على فكره هي صفات اللاعب الستوبر موجوده في بالظبط، انت في كل مكان كده بتبص على لعيب بتشوف هو ده، هي دي فعلا امكانيات البوزيشن ده ولا لا. تفصيل. هو رامي ربيعه بالظبط يا كابتن، رامي ربيعه امكانياته سنتر باك، سنتر لعيب قوي، جسمه قوي جدا، لعيب سريع، عنده سرعه، عنده قوه، عنده جامب عالي، لعيب طويل، فعنده الامكانيات الجيده. النهارده عودته برده كمان والثقه اللي بيديها له لاسارتي مهمه جدا 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 طبعا جدا. النهارده انا بقسني على ده وايمن اشرف طبعا، او مفيش اختبارات وكل مفيش حاجه ولكن انت خد بالك بتقف على بعض الحاجات، التمركز الجيد في بعض الوقت، الالتحامات، هل انت بتاخد ولا الفرد ولا السبرنتات، الكره العاليه. النهارده كل الكور يعني رامي ربيعه الحقيقه يعني مؤدي اداء رائع جدا، فهو مكسب الحقيقه للنادي الاهلي في المكان ده، وهيبقى في منافسه شرسه جدا جدا في حته السنتر باكس موجوده. الحمد لله احنا عايزين المنافسه دي، احنا عايزين لسه سعد سمير هيرجع ان شاء الله، وسعد سمير ومحمود متولي ومحمد طبعا، بقيه اللاعبين اللي موجودين ايمن اشرف وبقيه اللاعبين اللي موجودين. لو عايز تقول حاجه كابتن شريف. ولا حاجه، انا عايز اقول احمد الشيخ وجيرالدو اجايه، النهارده شفت انتوا لما نزلتوا في الملعب طالعين بالذكرى بتاعتكم الماتش كله، الحقيقه خدتوا اللقطه، فاللعيبه دي ما بتلعبش، كل اللعيبه كلنا بين واحد مظبوط، يعني الحقيقه الفرقه بقول لها كلها انسجام، كلها كلكم منسجمين دلوقتي كلكم مع بعض. احمد الشيخ النهارده خد السوكسي كله في الكره الاخرانيه والهدف اللي عمله صح. مش معنى ان هو بقى له شوف قد ايه ما بيلعبش، انه دايما كل ما بيلعب بيبقى له وجود وتفضل ذكرى موجوده في الملعب، ويفضل بيثبت انه لعيب على مهاره فائقه جدا ووجود. عشان كده عايزين فرقه كلها تبقى مع بعض، اللي بيلعب ان شاء الله خمس دقائق زي اللي بيلعب ربع ساعه زي اللي بيلعب ساعه ونص. الحقيقه العمليه مش بعمليه انا بلعب قد ايه، العمليه ان انت لابس تيشيرت النادي الاهلي الاحمر. كابتن فتحي لو عايز تقول اي حاجه في بعد مباراه اليوم يعني. اقول الاول كل سنه طيبين جميعا، كل سنه طيب من العيد، وان شاء الله العيد بيجمع ما بيفرقش، بيخلي الناس قريبه من بعضها، بيخلي الحب كتير. ده بالنسبة لنا كأمة عربية إسلامية على مستوى العالم كله لجمهور النادي الأهلي، بهني النادي الأهلي وبهني مجلس إدارته ولاعبته إنه بالعيد دي عادية كويسة لجمهور النادي الأهلي، قدمت لنا عادية 4 أهداف، أرجو إن العادية دي إحنا خدنا عليها، يبقى عندنا كل مباراة للنادي العيد، عندنا مباراة إن شاء الله بإذن الله مباراة الكاس مع بيراميدز، ثم المباراة بعد كده الفيرجن، المباراة الثانية اللي هنعطها مع اطلع بره، نكمل مشوارنا وبالخط ده بالحب بالروح بالأداء مع بعض بالالتزام
وحب الكيان، حب النادي الاهلي والتزام بالنادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء اللي بيقول عليها كابتن اسلام دايما هي اللي بتكسب النادي الاهلي ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا كابتن فتحي، كابتن شريف، كابتن بلال، شرفتوا ونورتوا. كل سنه وحضراتكم طيبين، اخذناكم من العائله النهارده ولكن دائما موجودين ودائما الناس تستمتع بتحليلاتكم، فبشكركم على وجودكم معنا النهارده. شكرا جزيلا يا كابتن فتحي، شكرا جزيلا يا كابتن شريف، شكرا جزيلا يا كابتن بلال. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وبشكر نجومنا الكبار. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل استقبل خبيرنا التحكيمي كابتن ايمن دجيش، نتكلم شويه بقى عن طاقم التحكيم لهذه المباراه.